observation. أما إذا كان في عندي ما في عندي MMR، يعني الـ MSI مو هاي، فبعمل له كمان باثولوجي. إذا كان عندي هاي ريسك فممكن أنا أقلبه للعلاجات. إذا ما في عندي هاي ريسك ما في داعي للعلاج، بس ممكن أعطيه 5 فلوراسير أو كابستابين. لكن إذا كان في عندي هاي ريسك فممكن أعطيه مثل المرة الماضية ما حكينا 5 فلوراسيل ليكوفرين أو كسيلودا 3 شهور اكزيلوكس، ممكن تكون كويسة. بعض الحالات طبعا كاتبين ممكن تكون اوبسرفيشن، ما راح احكي فيها. اما ستيج 3 اذا كان في عندي تي 4 مع او بدون ان 2، فاذا كان في عندي انترميديت ريسك ف 3 شهور اكزيلوكس او 6 شهور فولفوكس، واذا هاي ريسك ف 6 شهور فولفوكس او اكزيلوكس تكون كثير منيحة. هاي بس هيك بشكل سريع. رح ندخل بسرعة مع الريكتال كانسر. الريكتال كانسر مثل ما حكينا المرة الماضية بشكل هيك سريع على شلون أهم شغلتين، شغلة الاستقصاء هي الـ EOS مشان الريكتال كانسر، بتفيدنا كثير بموضوع الديبث والنودل ليمف نود ستيتس، وكمان مشان التخطيط للعلاج. النيو ادجافنت كثير هم مهمة أكثر بكثير من الكولون كانسر، بخاصة ما راح نشوف بالستيج 3 أو 4 حسب التي والإن، وحسب الديستال تبع البعد عن المعصرة الشرجية للورم. طبعا نيو ادجافنت مع الكيموثيرابي والراديشن بترافق مع سمية أقل وبشكل يعني أكثر لايف، يعني الحفاظ على المعصرة سفنكتر بريزرفيشن، وبشكل جزئي طبعا بحالات تكون فيها المعصرة الشرجية الورم ديستال يعني بالثلث السفلي. بشكل سريع هن الأهم استقصائين هون يستخدمون أكثر أهم بكثير من الكولون هي الاي او اس والام ار اي. طبعا الاي او اس 80 ل 95% بتكون الاكوريت بالتيومر ستيجنج، لكن اقل بالنسبه للليمف نود هي 70 ل 75%. بالام ار اي بتكون افضل واعلى، وخاصه بموضوع اللوكيشن والستيج والعقد اللمفاوي انفولد. بالنسبه للستيجنج طبعا مثل ما حكينا الستيج بريكتال كانسر بيميل لحتى يكون يعني بحالات ايرلي ستيج اكثر من الكولون، لانه بيعطي اعراض ابكر. هي الاعراض تكون الانسداديه او الاعراض القريبه من فتحه الشرج، فتظهر الاعراض اسرع، وبالتالي بيكون عندي الستيج بيكون ايرليير من ذان ذا ستيج ان ذا كولون. هلا الستيج بشكل سريع حكيناها المره الماضيه يعني نفسها تقريبا التي والان والام، وركزنا المرة الماضية على إنه مو ضروري إذا كان الستيج 2 يكون أفضل من الستيج 3. مثلا في حالات عندنا هون ستيج 2 بي أو تي 2 سي، إذا عندي تي 4 بيكون الإنذار أسوأ نوعا ما من الستيج 3 أي، مثلا بيكون في عندي تي 1 أو تي 2. بشكل سريع نحكي شوي على موضوع السيرجيكال مانجمنت للريكتال كانسر. الفيزيكال والاندوسكوبيك اكزامينيشن هي اساسيه طبعا، والدي ار اي الريكتال اكزامينيشن كثير مهمه، الريجيد سيجمويد سكوبي لموضوع تحديد العلاج. انواع الاوبريشن بالنسبه لازم تتقدم للمريض تختلف حسب الستيج واللوكيشن، فاذا المعصره الشرجيه كمان لازم نحافظ عليها. فبشكل عام بيكون لازم تكون الإصابة بالثلث العلوي، بعض الحالات بالثلث المتوسط للمستقيم. العلاجات الحديثة هي النيو أدجافنت مع الكيمو راديو ثيرابي، حسنت حتى موضوع وصول الورم للثلث السفلي بأنه نحافظ نوعا ما في بعض الحالات كثيرة على المعصرة الشرجية من خلال النيو أدجافنت كيمو راديو ثيرابي. طبعا الانواع لا رح نحكي بعد شوي على انواع الجراحه.
طبعا الفائدة من الكيمو راديوثيرابي اللي هي النيو ادجفنت او البري اوبريتيف، ظهرت اول شيء بالدراسة الالمانية كانت 2004، عملوا دراسة على 823 مريض ريكتال كانسر بري اوبريتيف وبوست اوبريتيف كيمو راديوثيرابي، فلقوا انه المرضى بالنسبة للاوفر اول سرفايفل هي نفسها سيميلار، لكن البري اوبريتيف كانت فائدة منها انه lower pelvic relapse، اقل نقص بالحوض كمان مقارنة مع البوست اوبريتيف، وكمان نفس الوقت زاد نسبة الحفاظ على السفنكتر 39% مقارنة 19% بالبوست اوبريتيف كيموثيرابي، كمان قللت من الاكيوت والليت توكسيستي، وكمان الليت انستوماتيك ستريكتشر هي النقص تبع المفاغرة الجراحية. هاي هي الدراسة الألمانية اللي صارت، هي دراسة شوي قديمة، أنا رح أذكر بعد شوي دراسات من قديمة وحديثة كمان. الهدف من الجراحة بشكل عام دائما هو الكومبليت ريموفال للورم، فمع طبعا إضافة للريجنال ليمفاتيكس والسوبريور هيمورويدال ارتري بيديكل، على الاقل لازم نحن مثل الكولون نستأصل 12 ليمف نود. طبعا الانواع السيرجري لازم تكون عن ثلاث انواع بشكل سريع رح نحكيهم، هي اما لوكال اكسجين او ال اي ار او الاي بي ار. الاي ار هي اللو انتيريور ريسكشن، والاي بي ار الابدونال برينيال ريسكشن البطن العجاني، استئصال البطن العجاني. طبعا الفرق بيناتهم بيعتمد على الديبث والوجود او عدم وجود الليمف نود ريجينال ميتاستاسيز، كمان بيعتمد على الحجم والماكروسكوبيك واللوكيشن، كلها هي بتلعب دور تحديد نوع الجراحه. بشكل عام كانت الاي بي ار هي الجولد ستاندرد للجراحات، لكن هذا الشيء الحمد لله تغير، لانه الاي بي ار بتؤدي ل ما بتحافظ على بتعمل بروكتكتومي زال تستقيم تماما، ما بتحافظ ابدا على المعصره الشرجيه، وخاصه بالاورام بتكون ديستال، وبدها كمان بيرمننت كولوستومي دائمه للاسف. طبعا هذا الشيء قل هلا من جديد، ولاحظوا انه الاونكولوجيك اوت كومز بالال اي ار وبالاي بي ار تقريبا نفسها، وخاصة بعد مثل ما حكينا دخول النيو ادجوفنت مع الكيمو راديوثيرابي. فالاي بي ار بشكل عام عندنا فيها هاير بروسيجر ريليتد موربيديتي ومورتاليتي، وفيها كمان انفيريور بالكيو او ال الكواليتي اوف لايف، وكمان في عندنا بتتوافق مع اعراض للمرضى بيعانوا المرضى من الدبريشن والتشينج ان بودي ايمج، يعني خاصة موضوع الكولوستومي الدائمة، وهي بتعمل له مشاكل واكتئاب والقصص هاي. الحفاظ على المعصر مثل ما حكينا هو يعني كثير هدف أساسي بالأورام المستقيم، خاصة بالديستال ريكتال كانسر، وهي بتكون خلال طريقين. الطريق الأول هو ال كان اللارجر أو المور انفيزيف تيومرز تي 3 أو تي 4، اللي هي بنعطيهم نيو ادجفنت كيمو راديوثيرابي، بيسهل الكونفرجن من الاي بي ار لل اي ار من خلال تصغير الورم. اما الاورام اللي تكون سمول ريكتال كانسر حتى لو كانت ديستال، ممكن نحن نستخدم اللوكال اكسجين من خلال انترا انال، وكمان بعد وهي التقنيه بتحافظ طبعا على المسره المعصره الشرجيه، وبعدها بنعطي كمان. بالنسبة لل اي ار مثل ما حكينا هي most invasive rectal cancer involving، بتستخدم اكثر شيء بالابر ثيرد للريكتوم، لكن مؤخرا صارت تستخدم بالريكتال وبعض حالات الديستال مثل ما حكينا بعد ما ينعطوا كيمو راديو ثيرابي. هذا كل شيء عن الجراحة حكيناه بشكل سريع، حابين بس نذكر مشان التنويه، وهي كثير بتفيدنا الحكي اللي حكيته انا مشان موضوع التعامل مع الجراحين اللي عندنا مشان النقاش معهم، خصوصا انه بالنسبه للديستانس تبع المسافه الورم عن المعصره الشرجيه،
اذا كان طبعا كلياتهم اقل بيكونوا اقل من 15 سنتيمتر بعدهم عن المعصر الشرجي لحتى نعتبر انه هم مستقيم، فاكثر من 5 او من 5 ل 10 او اكثر من 10 بنعتبر ابر او ميديوم او ميد يعني متوسط او ديستال بعيد. بالنسبة للورك اب بشكل عام فدائما نحن بنستخدم ممكن نستخدم نحن الشغلات هاي حكيناها نفسها بالكولون وهلا بنرجع نحكيها، البيوبسي ام ار عشان الام اس اي تيستينج، اهم شيء كثير مهم عندنا الباثولوجي كولونوسكوبي، كمان تشست سيت سكان ابدومينال سيت سكان ام ار اي او ام ار اي، حكينا قبل شوي كمان على الاي او اس والام ار اي، التحاليل الروتينيه ستيبل سيل كيمستري، يعني هاي بشكل عام. البيت سكان طبعا ما هو انديكيتد، مثل ما حكينا نفس الشيء بالكولون الا بحالات كثير نادره وقت نشك بشغلات موجوده مثل العظم مثل الانتقالات العظميه وما عندنا ما بينت بالسيتي سكان. طيب بالنسبه للتريتمنت اذا كان في عندنا تي 1 ان 0 او وكان في نحن فينا نعمل ترانسانال لوكال اكسجين، لوكال اكسجين فهي بنعملها وبعدين بعد شوي رح اشوف شو هو الادجمنت تريتمنت. اما اذا كانت تي 1 او تي 2 طبعا اكيد الان زيرو كمان هاي بنضطر نعملها خلال ترانز ابدومينال سكشن، كمان بعد شوي رح اشوف شو رح نعطيهم الادجمنت تريتمنت هون. فالحالات هاي ما في داعي للنيو ادجمنت، مباشره نلجا للجراحه سواء اللوكال او ترانس ابدومينال سكشن الاي ار. التي 3 يعني باني اني ان هدول بقى بنحاول نشوف نحن شو هو السي ار ام وراح نشرح شو هو السي ار ام. نفس الشيء بالنسبه للتي 4، فمثل ما حكينا التي 1 اذا كان في عندنا تي 1 قدرنا نعمل جراحه فمباشره بس نعمل اوبزرفيشن بعدها، طبعا ما بده يكون في عندنا هاي ريسك. اما اذا كان في عندنا تي 1 مع هاي ريسك اللي هي هاي ريسك هي اما تكون في عندنا بوزيتيف مارجنز او لينف فاسكولار انفيجن او بورلي ديفرنشيتد تيومر او السبموكوزال انفيجن، هدول لازم احنا نشوف احنا اذا بنحسن نعمل لهم ترانس ابدومينال ريسكشن بعدها بنعطيهم كيماوي ما راح نشوف بعد شوي، او اذا كان في عندنا بالاصل ممكن هدول نعمل لهم كيمو راديو ثيرابي كبسابين مع راديو ثيرابي او انفوجينال 5 فلوريراسيل مع راديو ثيرابي او شورت كورس راديو ثيرابي. فاذا ما في عندنا نو ايفيدنس اوف ديسيز نعتبرهم اوبزرفيشن او ممكن حتى نعطي فولتوكس او زيلوكس. اذا كان في لسه في عندي ايفيدنس للديسيز نعمل ترانس ابدومينال ريسكشن بعدين نعطي فولتوكس او كي بوكس او زيلوكس. فبشكل عام تي 1 تي 2 ان 0 ان 0 اوبزرفيشن بكفي. اما اذا كان في عندي تي 3 او تي 4 فبلش عندي انا اذا كان اجاني المريض عامل جراحه وخالص فبشتغل على الاساس هذا اللي هو انه انفيوجينال، وراح شوي بعد شوي راح اشوف دراسه شو الفرق بين الانفيوجينال وبين البولس تبع الخمس فايف فلوريوراسيل مع راديو ثيرابي طبعا او كيف ستابين مع راديو ثيرابي بعدين فولفوكس او كي بوكس، او بالاصل نعطيه فولفوكس او كي بوكس بعدها نعطيه كابستابين مع راديو ثيرابي او انفيجينال 5 فلوريوراسيل مع راديو ثيرابي، او ممكن احنا نعمل فولفوكس كي بوكس للمارجن نيجاتيف طبعا بروكسيمال تيومور او حالات قليله كثير اوبزرفيشن، يعني هون بوضعنا هون صعب نحن نطبقها كمان لانه ما عندنا على طول نحن مريض نعرضه للاشعه مو على طول متوفر عندنا المتابعات راح نشوفها بعد شوي. ال تي 4 ان 0 ان 0 او ال تي 1 ل 4 ان 1 2 ان 1 او 2 الفول فوكس مع او كي بوكس بعدين نعطيه كابستابين مع راديو ثيرابي او انفيوجينال 5 فلوريوراسين مع الراديو ثيرابي، او في طريقه ثانيه هي انفيوجينال 5 فلوريوراسين مع راديو ثيرابي او كابستابين مع راديو ثيرابي بعدها بيعطيهم فولفوكس او زيلوكس. كلهم بعدين بنشوف السيرفيلانس اللي رح نشوفه بعد شوي شو هي. طيب هلا بقى بنتقل للخطوه الاهم بكل الشغل اللي هي اذا اجانا المريض من الاول مع تي 3
او بعد شوي راح نشوف شلون كمان حتى تي 4 شلون بنشتغل على نيو ادجفنت ثيرابي. نيو ادجفنت ثيرابي عندنا طريقين، اما ممكن نعطي نحن شورت كورس راديو ثيرابي بس، او لونج كورس كيمو راديو كيمو راديشن اللي هي كابستابين او 5 فلوريوراسيل، طبعا دائما هي انفيوجينال تسريب مستمر. بعد ما نعمل هيك، او الطريقه الثانيه هي تي ان تي اللي رح نحكي على دراستها بعد شوي بشكل مفصل. تي ان تي هي توتال نيو ادجفنت ثيرابي فول فوكس او كي بوكس. اثنيناتهم هدول الطريقه بنلحقهم بعدين مع الكيموثيرابي اللي هي 12 16 اسبوع فول فوكس او كي بوكس. اثنيناتهم بنشوف نحن اذا يعني صغر ورم لدرجه انه ممكن نعمل ريسكشن خلاص بدون ريسكشن، بعدها بنرجع بنعطي فول فوكس او كي بوكس سربيلانس، او اذا كان مو مؤهل للجراحه في له علاج ثاني اللي هو سيستم ثيرابي، هذا رح يحكي عليه الدكتور بسام، مثل مع الميتاستاسيز ميتاستاسيك ديزيز. طبعا هون مثل ما حكينا دائما نرجع بنعمل نحن ريستيجينج، والبيست تيومر طبعا الريستاجينج مره ثانيه هي خلال 8 اسابيع بعد الكومبليت تبع الراديوثيرابي، وهي بشكل عام بكل اورام نحن بنعطي مده بعد الراديوثيرابي 8 اسابيع مشان تقييم مشان تاثير العلاج شو يزول وما ياثر على نتيجه الطبق المحوري اللي رح نعمل ما يعمل تشويش او غيره. طبعا حكينا انه نسيت نحكي على شغله، في عندنا كلير سي ار ام. سي ار ام الكلير سي ار ام هو انه بده يكون في عندنا اكثر من 1 مليمتر مع فروم مزرقه الفاشيا، وال والالفيتر ماسلز كمان ما بده تكون يعني مشموله، ما بده تكون واصل للورم. هاي معناته انه كلير سي ار ام. هذا الحكي اللي حكيناه عن الكلير سي ار ام تي 3 بأني ان. اما اذا كان في عندنا السي ار ام انفولد او يعني مصابه، هاي بقى نعتبرها ممكن نعتبرها كمان مثل التي 4. كمان نعطيهم لونج كورس كيمو راديشن، او ممكن نعطيه شورت كورس راديو ثيرابي، بعدها بنعطيه كيمو ثيرابي 12 ل 16 اسبوع، نرجع نعمل اعاده تقييم للستيج. لازم يكون مثل راح نشوف دراسه بعد شوي يكون في عندنا داون ستيجينج، شوف اذا قابل للترانس ابدومينال ريسكشن خلاص سربيلانس، او اذا مو قادر بندخله بالسيستميك ثيرابي. هاي بشكل عام الجنرال برنسبل بالكيمو ثيرابي اللي هي رح احكي بعض شغلات. هلا كل شيء حكينا شوفوا يعني ممكن يكون شوي سريع وغامض، من خلال دراسات رح اذكرها بعد شوي رح تلاقوا القصه اسهل ورح تشوفوا تركز اكثر بمخكم طبعا ان شاء الله. الجنرال برنسبلز بالكيموثيرابي عندنا اهم شغله انه نيو ادجفنت مور افكتيف ذان ادجفنت، هي دائما قاعده مهمه بالريكتال كانسر. عملوا دراسه شافوا انه هي بتعمل امبروف لللوكال كنترول وكمان تحافظ اكثر على المعصره، بيتر كومبيانس، وكمان فيور سايد افكت. كمان راح نشوف الدراسه فيها بعد شوي، انا راح اذكر شغلات عامه وبخلال الدراسات راح نشوف بعد شوي بتركز اكثر ان شاء الله. كمان 5 فلوريوراسيل ليوكوبورين راديو ثيرابي كمان مور افكتيف اذا كان من الراديو ثيرابي لحاله، يعني كيمو راديشن افضل من الراديشن لحاله. الباثولوجيكال كومبليت ريميشن بيكون هاي وبشكل ملحوظ بيكون في عنده افضل يعني، والمعدل اللوكال ريلابس كمان بيكون اقل. الشغله الثالثه اللي هي بروتراكت انفيوجن، هاي حكيناها قبل شوي، للخمسة فلوريوراسيل أفضل من البولوس، حكاها الدكتور المرة الماضية يمكن الدكتور أحمد على موضوع الأورام والله ما عاد أذكر وين كمان، وحكينا عنها إنه كمان هالأورام المستقيم هي الانفيوجن أفضل من البولوس للفايف فلوريوراسيل. فالفور يير ريكرنس فري سرفايفل كانت 63% فيرسس 53% للبولوس. كمان فور يير سرفايفل حتى سرفايفل كانت افضل 70 فيرسس 60%. هلا الدراسات رح اذكر الدراسات القديمه وانا جاي، القديمه رح احكي عليها كثير بشكل سريع، الجديده رح اركز عليها ان شاء الله.
دراسة سويدية من 1168 مريض كانت على مع الريسكتبل ريكتال كانسر على البري اوبريتيف راديو ثيرابي مقارنة مع الجراحة، طبعا مقارنة بالجراحة لحالها، يعني انه العلاج الجراحي الشواعي قبل الجراحة مع ثم الجراحة او مقارنة مع الجراحة لحالها، فأكيد كانت النتائج أفضل. 5 مثلا 5 year local recurrence كانت أقل 11% للي أخذين أشعة قبل الجراحة مقارنة باللي دخل دغري على الجراحة 27% خلال 5 سنوات. حتى الأوفرول سرفايفل، وهي بنشوفها كثير يعني دراسات مثلا قليلة حتى نشوف نحن الأوفرول سرفايفل، هي بدراستين نلاقي هالفرق هذا الكبير. بشكل عام بيكون في عندنا الديسيز فري سرفايفل أفضل، لكن الأوفرول سرفايفل تكون تقريبا نفسها، أما هون حتى الأوفرول سرفايفل هي 58% مقابل 48%. طبعا 30 سنة كمان الأوفرول سرفايفل كانت 38% مقابل 30%، وال ريكرنس كانت 9% مقابل 26% بدون أشعة. الدراسة الفرنسية كمان شافت إنه الراديشن ثيرابي كمان راديو ثيرابي فولد باي سكس سيرجري خلال أسبوعين، أو الفولد باي سيرجري خلال 6 إلى 8 أسابيع، يعني مدة أطول للراديو ثيرابي، كانت لوكالي كارنس لوكال كارنس والأوفر أول سرفايفل نفسها ب 33 شهر، لكن الباثولوجيك داون ستيجنج يعني نزلت الباثولوجي بالأولى مقابل الثانية، كانت بالثانية أفضل، طالت مدة العلاج الشعاعي 26% نزلت مقابل بس 10% بالأولى، وكان في عندنا لونجر انترفال بيفور سيرجري. الدراسة الثالثة اسمها ميتا، طبعا هي كثير دراسة كبيرة عملت على 12,000 مريض، رقم كثير كبير. كمان الدراسة نهايتها بتقول إنه عندنا نيو أدجفنت راديشن تريتمنت كانت ترافق مع significantly fewer local recurrence وبتحسن السرفايفل اوفر اول سرفايفل. كمان كمان عن نيو أدجفنت كيمو راديشن، دراسة فرنسية كانت 133 مريض مع T3T4 N0 طبعا ريسكتبل ادينوكارسينوما، كان في عندنا الريكتوم مقارنته مع البري اوبريتيف راديو ثيرابي او بري اوبريتيف كونكرنت كيمو ثيرابي مع بولوس 5 فلوريوراسيل وليوكوفورين طبعا بالاسبوع من 1 لـ 5. كمان كل المرضى اللي اخذوا ادجافنت اربع جرعات 5 فلوريوراسيل ما لقوا فرق بالاوفر اول سرفايفل، لكن الكيمو ثيرابي زاد الباثولوجيكال كومبليت ريميشن 3% مقابل رفعوا ل ال 11.4%، وكمان اللوكال ريلابس قلت 8.1% مقارنة ب 16.5%. ايضا توكسيستي كمان بشكل عام لكن زادت لانه ضفنا عليها ادويه كيماويه اكثر. بالنسبه للسفنكتر سيفنج سيرجري ما كان في فرق، هون الفرق كان خفيف. طيب رح ندخل بهاي الدراسة اللي هي بوست ابريتيف مقارنة مع بري ابريتيف كيمو راديوثيرابي بالريكتال كانسر. بنشوف هون بالارم 1 ان فورا صار في عندنا اوبريشن بعدين ادجوفنت، اما هون بالارم 2 نيو ادجوفنت بعدين اللي هي طرمبس كيموثيرابي، هون بيحكوا على 5 فلورو يوراسيل بعدين اوبريشن العملية بعدين 5 فلورو يوراسيل. لقوا انه بالنسبه للستيجينج هيك كان قبل اللي اخذوا بوست اوبريتيف كيمو راديوثيرابي، اما اللي اخذوا بري اوبريتيف كيمو راديوثيرابي صار في عندنا داون ستيجينج خصوصا بين النو تيومر بعد النيو ادجفنت زادت من ل 7.7% وكمان ستيج 1 زاد، الباقيات تقريبا مثل بعضهم. كمان التوكسيتي كمان قلت خاصة الدياريا البوست اوبريتيف بري اوبريتيف كانت 11.7% للي اخذوا نيو ادجوفنت مقارنة ب تقريبا 13% للي اخذوا ادجوفنت.
بشكل عام كمان الأول توكسيز كمان 27% للنيو أدجفنت مقارنة بحوالي 40% للأدجفنت. كمان المحافظة على المعصرة كمان كانت أفضل اللي عملوا نيو أدجفنت بري أوبريشن كيمورادي ثيرابي، كانت 39% مقارنة ب 20% بس للأدجفنت كيمورادي ثيرابي. كمان حدوث اللوكال ريلابس كما بنشوف هون المخطط، اللي هي البوست اوبريتيف كان معدل النقص اعلى 13% خلال الاشهر 36 شهر، وصل 13% مقارنه ب 6% للبري اوبريتيف اللي هي نيو ادجفنت كيمورادي ثيرابي. كمان ميتاستيسز كانت اكثر 38%، بس رقم يعني متقارب مقابل 36% للبري اوبريتيف. فالخلاصة هون نحن نشوف إنه السؤال هو هل يمكن للجلودة إنه serve as substitute بدل الـ5-fluorouracil as radiation sensitizer مع الأشعة؟ طبعا هو الجواب نعم. الشغلة الثانية إضافة هل إضافة أوكسال البلاتين to الـ FP بيزيد الـ pathological contribution؟ الجواب لا، لكن طبعا بزيد السمية. أما بالكولونات نحن شفنا لا، بالعكس شفنا بالكولونات حسب ما بتذكر، إذا الدكتور بسام كان يصلح لي أو شيء، أن إضافة الأوكسالي بلاتين كان يحسن بشكل عام الوضع. أما هون شايف بالريكتوم إنه إضافته ما كثير إلى عملت زيادة بالباثولوجيكال كومبيتر ميشن. دكتور بسام معنا؟ هو القصد هون بالسؤال هو أكثر على إضافة الأوكسالوبلاتين مع الفلوروبيريميدين بالراديشن concurrent with radiation، تمام. لأنه مع الراديشن دائما مثل ما أنت حكيت يعني بنعطي يا 5FU يا كيبسايتابين، بس كان في دراسات عملت اطلعت إذا فيك تعمل فول فوكس مع الراديشن بدل ما ايوه تمام، تعمل 5FU لقيت ما إنه لا more toxicity no no ما في، benefit. صحيح صحيح. فبالتالي بقيوا على الجلودا او 5 فلوريوراسيل لوحدهم مع الراديشن. السؤال الثالث انه المرضى اللي عنده ريكتال كانسر بيستفيدوا شيء من الادجوفنت ثيرابي نفس الطريقه المرضى اللي بياخذ نفس الكولون كانسر يعني نفس الادجوفنت؟ فالجواب نعم، نفس البروتوكولات تقريبا ونفس الفائده بالستيجات الاولى. كان سام بيشنت بي تريتد وذ نون اوبريتيف مانجمنت ابروتش. طبعا هون هذا السؤال كثير مهم، لكن يعني انه كانه ما نعمل عمل جراحي ابدا. فبعض الدراسات ممكن تقول ايه، لكن هي ما هي يعني ابروفد خاصة بالبورد. فهون كمان مقارنة بالكابستابين مع فلوروراسيل بريكتال كانسر خاصة مع الراديوثيرابي، بالسيز فري سرفايفل كان في شوي أفضلية للكزيلودا مقارنة مع الفايف فلوروراسيل. هاي الفرق. الباثوليكال كومبليت ريميشن كانت 17.8 تقريبا 18% ل 5 فلوروراسيل مقارنة بحوالي 21% لكيبستابين، وهي هي إضافة الأوكسال البلاتين مع عدم إضافته. كانت تقريبا الـ نفس بعضهم الباثولوجيكال كومبليت ريميشن، لكن توكسيستي زادت وقت اللي ضفنا الأوكسال البلاتين. هاي اللي حكيناها قبل شوي. فالأوكسال البلاتين بنيو أدجفنت كيمو راديشن بالريكتال كانسر مع الـ 5 فلوروراسيل ما عملت أي فرق، بالعكس توكسيتي زادت. عملت شوية فرق مع الكابستابين 19 مقابل 14%، وبتبقى التوكسيتي أكثر. طبعا هاي بدراستين هي جيرارد وأشلي بال 2011 و2010، فبنرجع بنأكد إنه ما كتير في فائدة من إضافة الأوكسال البلاتين، بالعكس السمية بتزيد. لكن هون عم بيقول هاي الدراسة إنه إضافتها مع الفلوروراسيل أبدا ما في فائدة، ما عملت أي إضافة، لكن شو عملت شوية إضافة مع ال كابستابين. الدراسة هاي مهمة
برج 23 تي ان تي، راح اذكره هون بشكل سريع. الدراسة اعتمدت على انه انا عندي المرضى تي 3 مقارنة بالتي 4 ان 0 او ان بلس، اكسترا ميورال اكستنشن اكثر او يساوي 5 ملم او اقل، والموقع الورم. فالراديو ثيرابي هون صار في عندنا تقسيم لمجموعتين، مجموعة كيمو راديو ثيرابي ومجموعة الثانية هي توتال نيو ادجوفنت ثيرابي. الفرق بيناتهم انه هون راحوا اخذوا عملوا راديو ثيرابي لخمس اسابيع مع اكزيلوكس مع اكزيلودا 1600 ملغ متر مربع لخمس ايام، طبعا من اصل 7. هذا الحكي تم بعد 7 اسابيع، بعدين عملوا الجراحة، بعدها رجعوا عطوا فول فوكس 6 سايكلز 12 سايكلز او كابستامين 8 سايكلز 6 شهور. يعني الثانية عملوهم عطوهم بالأصل فول فوكس فول فيرينوكس أو سيتي سايكل 3 شهور، طبعا رجعوا عطوهم راديو ثيرابي، ورجعوا مرة ثانية عطوهم كابستابين طبعا نفس المرة الماضية كمان 7 أسابيع، ورجعوا عطوهم بالأخير فول فوكس. يعني هون بالتي ان تي ضافوا الفول فوكس فول فيرينوكس كاملة، يعني فول فيري إضافة مع الأوكزاليبلاتين 3 شهور قبل ما يعملوا الأشعة مع الكابستابين، بعدين الجراحة، بعدين الكيموثيرابي. رح نعطيها بشكل سريع العمر المريض، البرفرنس 0-1، طبعا كانت كلياتهم أقل من 15 سنتيمتر من الأنا الفيرج عشان تكون من المستقيم. إما تكون تي 3 وعنده ريسك لللوكال ريكرنس أو تي 4. الستيج طبعا حسب الام ار اي مع أو بدون اندركتال الترا ساوند اذا كان عندي، مع يو اس اذا كان في عندي تي 3. اللي استبعدوا من الكرايتيريا هي الميتاستاتيك ديسيز، او اذا كان في عندي اخذ من قبل كيموثيرابي او راديشن، او عنده امراض قلبيه او الاي بي دي، او اذا كان في عندنا عندهم كثير بيرفيرال نيوروباثي اكثر من جريد 1. اند بوينت كان في عندنا البرايمري هي دي اف اس، اما ديسبري سرفايفل او السكندري كان في عندنا ندرس، بيحكوا عن التوكسيتي، بيحكوا عن الميثولوجيكال كومبليت ريسبونس، بيحكوا على الستيت سرفايفل، بيحكوا على الكواليتي اوف لايف والاوفر اول سرفايفل. بالنسبه للتفصيل الدراسه كمان ما كثير احكي فيه مشان تعجل، الفلوتشارت هذا كمان بشكل بيحكوا بشكل مفصل كيف بلشت ب 200 عدد المرضى نفسهم تقريبا، المرضى اللي طلعوا من الدراسة، المرضى اللي أخذوا فولفوكس فولفيرينوكس أو فولفوكس ناري، إني بس بالتي إن تي أخذوه، أما هونيك ما أخذوه. هذا الفرق الوحيد بيناتهم اثنيناتهم، وكلياتهم أخذوا كيمو راديو ثيرابي، أخذوا عملوا سيرجري بعدين أخذوا أدجوفنت كيمو ثيرابي. فالميديان ايج تقريبا قد بعضهم، العمر اكثر 79 سنه اللي هي العدد الاقل، الجندر اكثريتهم ميل، والبيرفورنس ستيتس اكثريتهم 0 او 1، ما في اكثر من هيك. كمان هدول الديستانس على الانال والستيج والان. كمان طبعا هاي بالنسبه للكومبيانس 6 سايكلز كومبليشن، يعني 91.6% تقريبا من اثنين اخذوا 6 سايكلز، من لا عفوا بس الاولانيين اخذوا فولفيرينوكس. هلا حكوا على انه بالنسبه الادفيرس تبعها كانت الانيميا، نتروبينيا، الجي سي اس اف وهالقصص هاي. المقارنه بيناتهم من ناحيه السيفتي، نيتروبينيا كانت بس التي ان تي كانت 2.8%، اما هون 0%، لانه هون ما حكينا انه اخذنا في فوكس ميري 6 سايكلز.
هون عندنا قطعوا السيلودا هون اكثر قطعوه، لانه هون اخذوه اكثر من، يعني اخذوا معه جرعات كيماويه اكثر فتاثروا. طيب نكمل كمان. طيب هون الباثولوجي فايندينج، هون بعدين شافوا انه صار في عندنا جريد 1 بالاخير، اللي كانت تقريبا 48% مقابل 32%، صارت التي 0 كانت هون كمان اكثر 28.3%، الان 0 كمان 82% اكثر مقابل 67%، اما بشكل عام تي 0 ان 0 كمان كانت اكثر 27.8% مقارنه ب 12.1%، فكل الداتا كانت بتفضل التي ان تي اكثر. راح نشوف كمان هون ال كله طبعا هون اخذوه التوكسيك ديز، الوفيات السمية كانت صفر قبل 1.9%. هون كمان بشكل عام السيفتي بين التنتين، النيتروبينيا كانت أقل بالأخير هون بين التوتال نيوجيفنت ثيرابين مقابل كيمو راديشن ثيرابين، الليمفوبينيا كمان كانت أقل، البرفرال نيوروباثي كمان كانت أقل. هون بقى الشغلات المهمة نذكرها هون، الـ disease free survival خلال 3 سنين كانت الأفضلية للتوتال نيو أدجوفنت ثيرابي مقارنة بكيمو راديو ثيرابي، فكانت 68.5%، 75.7 تقريبا 76% للـ TNT مقارنة ب 69% للكيمو راديو ثيرابي. طبعا هذا اندرس خلال 60 مانث. كمان ال MFS كانت ال Metastasis Free Survival 78.8% لل TNT مقارنة ب 71.7% للراديوثيرابي. كمان هون كان في أفضلية. أما بالنسبة لل Quality of Life كان تقريبا مثل بعضهم، اثنيناتهم كان في لهم شوية مشاكل، خصوصا موضوع ال Impotence مثل ما هنشوفها بعد شوي. فالإمبوتنس كانت اثنيناتهم عملوا إمبوتنس شوي، هذا ضايق المرضى. بشكل عام الهيلث ريت كواليتي اوف لايف هون مثل ما راح نشوف الكواليتي اوف لايف كانت للكيمو راديو ثيرابي اكثر شوي مقارنة مع التي ان تي الطرفين هون. اما هون إذا هون هاي كيو ال كانت أفضل شوي للكيمو راديو ثيرابي. الكونكلوجن بهمنا بالأخير إنه نحن هو الفلفوكسيري نوكس هو سيف ريجيمين، وبيكون في عنا التوكسيتي كمان مضبوطة وما بتعمل امبير اوفر اول تريتمنت فيزابيليتي، وكمان التوليرنس تبعها بالستيج 2 3 ريكتال كانسر. بالنسبة بشكل عام زادت البروبابيلتي لل بي سي ار باثولوجيكال كومبليت ريميشن، وزادت الاحتمالية تبع الكوريتيف انتنت سيرجري بشكل كامل للجراحة، كمان زادت الدي اف اس ديسيز فري سرفايفل والام اف اس ميتاستاسيس فري سرفايفل. الكواليتي اوف لايف كانت تقريبا مثل بعضهم، مع لكن الدراسة دعمت الفولفوكسيرينوكس بشكل عام. ما بعرف ليش دعمتها هلا، يمكن دكتور بس اذا حب يعلق او شيء. فالتوتال نيو ادجوفنت ثيرابي مع البروفيكسيري نوكس لازم انه نحن نعتبرها بالدراسات الحديثه خاصه بالتي 3 او 4 ريكتال كانسر. هاي الدراسه تبع 2020 لاسكو. فاي تعليق عليه دكتور بسام؟ لا هو يعني مثل ما ذكرت انت، هو الستاندرد اوف كير الى 2020 كان كيمو راديشن، بعدين يعني كيمو راديشن بزدودة او 5 اف يو، بتكون هي تقريبا 5 6 اسابيع، بعدين المريض بيروح تقريبا شي 6 ل 10 اسابيع راحة، بعدين بيروح على السيرجري، بعدين بيروح على الكيماوي تقريبا شي 4 اشهر.
فالسؤال، ففي عدة أسئلة. السؤال الأول هو مثل ما أنت ذكرت هون بالتي إن تي، إنه هل فينا نجيب هذا الكيماوي اللي بعد الجراحة نحطه قبل الجراحة ونعطي كل شيء قبل؟ هلا هي الدراسة صح عملت هيك، بس كمان يعني ما أعطت كل شيء قبل، أعطت لسه شغلات بعد. إذا لاحظت كان في أجيفنت حتى بالتي إن تي طبعا بروتين. طبعا اكيد. ايه هلا هي ماشي. هيك شغلات. هلا حاليا انه هل هي غيرت الستاندرد اوف كير ام لا؟ هي بتصور انها انحطت على الان سي سي ان جايد لاينز، وبتختلف هي من محل لاخر. يعني هلا نحن عندنا حاليا بالمركز تبعنا ما اعتمدوها. نستخدمها تي ان تي اغلب الاحيان للمرضى اللي يكونوا تي 4، أو مثلا إذا عملنا مثلا طبقي محوري وكان في شغلة مثلا بالكبد وما لنا متأكدين مثلا إذا هي عن جد سرطان أم لا، فإنه نبلش كيماوي أول شيء لحال، بعدين يعني كيماوي مثلا 3 4 أشهر، هون مثل هون حاطين 3 أشهر، ريستيجينج بعدين بعدين. تمام مع ريستيجينج بنشوف شو الوضع، بعدين بنبعت على الكيمو راديشن، بعدين سيرجري. عرفت شلون؟ ايه بس لا، هي الدراسة كتير مهمة، يعني انه ورجت انه disease free survival احسن، هي كانت primary endpoint. والميتاستيزيس فري سرفايفل كمان. تماما. تمام. الدراسة الثانية راح أحكي عنه بعدين عشان ما أتأخر عنه شوية، اللي هي الدراسة اللي رابيدو. هاي الدراسة بتحكي على موضوع الشورت كورس راديوثيرابي اللي حكيتها بالعلاجات بعد شوي، الفولود باي كيموثيرابي بيفور توتال ميزوريكتال اكسجين تي ام اي باللوكالي ادفانس ريكتال كانسر. فالدراسة بشكل عام، احنا طبعا بشكل عام اللوكال ريكرنس قلت من 2000 1990 ل 2010، كتير قلت من 25 اكثر 25% ل 5%. طبعا هون الباك جراوند هلا بس البروفيسور عفوا ايه المقاطعة، بس أنا لأجل الوقت إذا فيك بس تروح على طيب تخطيط الدراسة شو هي وبعدين طيب نروح طيب على النتائج. تمام. طيب تخطيط الدراسة أخذت إنه كان في عندنا نوعين من الدراسة. أول نوع من المرضى راح أخذ اللي هو ستاندرد، أخذ 1 ل 6 أسابيع، يعني أسبوع تقريبا 6 أسابيع أخذ راديشن او راديشن طبعا مع الاكزيلو مع الاكزيلودا. طبعا الاكزيلودا اخذت بس الايام 1 ل 38 38. الثاني بعدين طبعا استنوا 8 اسابيع زائد ناقصين، بعدين عملوا جراحه، بعدين كمان استنوا 6 8 اسابيع، بعدين اخذوا الكيماوي اللي هو كي بوكس او فول بوكس. يعني هذا اللي نحن بالعادة بنساوي ايوه هذا ما عاد نساوي الكنترول. تمام. بالضبط. اما الثانيين راحوا شو عملوا؟ الثاني عملوا بس الاسبوع الاول عملوا راديو ثيرابي 5 ضرب 5، بعدين الاسبوع بعد الاسبوع السادس بعد 11 18 يوم راحوا اخذوا كمان كيمو ثيرابي 18 اسبوع، بعدين ريحوا 4 اسابيع تقريبا، بعدين عملوا سيرجري بدون ما ياخذوا بعدين الجوفنت. تمام. المستخدم هي كانوا مثل ما حكينا تي 4 اي او بي الاكسترنودال فاسكولار انفيجن انتو ميزوريكتال فيشيا كمان اللاترال لينف نود. البرايمري اند بوينت هي كانوا بس بدهم يشوفوا انه ايش فيها، شلون بده يطلع عنا السيد ريليتد تريتمنت فيلر، بعدين شغلات ثانيه السكندري اند بوينت. اخذوا مرضى من كثير من اماكن، اوروبا اكثر شيء، بعدين امريكا شوي. روح تصميم على النتائج إذا سمحت، روح على يعني الـ primary هلا endpoint. هون التوكسيتي كانت طبعا اكثر بالدراسه الثانيه الاكسبيرمنتال الجديده مقارنه بالستاندرد. هون اي طبعا بليدنج والقصص ما كثير احكي فيها. طيب الديسيدريك تريتمنت فيلر كانت اذا الفشل المعالج المتعلق بالمرض نفسه كان اقل بالدراسه الحديثه اللي عملوا بس اول شيء اشعه، بعدين عطوا استراحه، بعدين كيمو ثيرابي، بعدين جراحه.
فكان 23% فاصل 7 يعني تقريبا 24% مقابل 30.4% اللي قبل اللي احنا بنستخدمه هلا حاليا اللي هو ستاندرد. كمان الميتاستيسز كمان كانت اقل 20% مقابل تقريبا 27% الستاندرد. الاوكريجينال فيلر كمان كانت اقل 6% مقارنة 8.7%. هاي ما كثير فهمت علي بصراحة، نرجع على بعد شوي. أما بالنسبة للأوفر أول سرفايفل هي نفسها تقريبا في الطرفين، لكن إحنا كسبنا إنه كان في عنا ديسير ريليتد تريتمنت فيلر أقل، كان في عنا ديستانت ريستيتد أقل، كان في عنا لوك أوريجينال فيلر أقل، الكواليتي أوف لايف تقريبا نفسها كمان. لوكال ريجنال فيلير كان شوي اكثر اذا لاحظت. الاكسبيرمنتال عفوا أكثر إيه اكثر صح بشوي، بس الاوفرول سرفايفل كان نفسه. هلا كان نفسه. مشكلتنا هي الدراسه انه اذا بترجع على المخطط تبعها، مشكلتها انه ما لها نظيفه، يعني انه عم تسال سؤالين، عم تسال السؤال الاول تي ان تي لنشوف شلون كيماوي عطوه قبل، والسؤال الثاني عم تسأله هو short course radiation. فتكون عندك دراسة عم فيها هيك يعني two variables، انه الشغلتين سوا، فما بتعرف انت النتائج هل هي من ال short course radiation ما هو من ال TNT approach. صح يعني هي مشكلتها ان الواحد بيطلع، طيب ماشي انه انا صار عندي اقل treatment failure، بس هل هالشيء من انه انا عملت short course radiation اما لانه انا حطيت ال full fox كله كيموثيرابي قبل؟ فلذلك هيك شوي يعني. بس هلا في دراسات ثانيه على الشورت كورس راديشن بدها يعني عم تصير، لساتها قصه الشورت كورس راديشن بيعطوها باوروبا اكثر، هون مرات بتنعطى حسب أحسن المراكز ثلاثة كمان. أكتر بأوروبا تمام. إيه. فهاي بالنهاية هيك، فالنهاية صار في عنا حسب ما تقول دراسة إنه 700 أكتر، إنه كسبنا إنه lower disease related treatment، كمان كسبنا أقل distance metastasis، ال pathological contribution كان 14 مقابل 28%، ال overall survival تقريبا نفسه، وما في عنا difference بال surgery وال postoperative complication وال نوعية جودة الحياة. هاي هي الدراسة بشكل عام. نرجع هاي بشكل سريع راح أكمل أنا. خلاص، إذا في نقاط مهمة اذكرهم، لأنه تمام تقريبا إيه ساعة. تمام، في شي شغلات أخرى تانية؟ بس إنه بشكل عام اللي مثل ما حكينا الراديشن والكيموثيرابي مع بعضهم الأدجوفين تحسنوا من اللوكال كنترول وحافظوا على السفنكتر. الاي او اس والام ار اي حكينا عليهم، كمان السوربيلانس خلص رح اترك انت تحكي عليها بعد ما تخلص من الميتاستاسيس، لانه كمان الريكرنس ما كثير احكي عليها. هاي هي طب معناتها هلا السؤال يعني هو بشكل عام، معناتها حكينا انه الستاندرد اوف كير بشكل عام معظم البيشنتس كيمو راديشن بعدين سيرجري وبعدين كيمو، إذا كان صح؟ ستيج 3 أو 4 أو يعني تي 3 أو تمام تي 4. تمام طب هلا السؤال بقى، شو بدك تساوي هذا للامتحان بشكل عام؟ السؤال شو بدك تساوي بسوريا؟ بسوريا حكينا هون تقريبا، أنا كنت إذا جاني مريض عامل جراحة قصدك اب فرونت ريسكشن يعني. أي تمام. حتى لا إيه. هون بشتغل مثل هاي هون تقريبا الادجوفنت، ممكن اعطيه انا انفيوجنال 5 فلوروراسيل مع راديو ثيرابي، ما في عندي راديو ثيرابي بدي اعطيه فول بوكس او كي بوكس. شو بس رايك هو انت؟ هي المشكلة هلا هي يعني انا يعني اذا جاك مريض بسوريا وبتعرف اوريدي انه تي 4، يعني صعب تبعته على الجراحه دغري. يعني طبعا هلا هي اذا بتلاحظ الجايد لاينز هون محطوط فوق على اليسار، محطوط انه تي 1 تي 2 ان 0، يعني هدول المرضى انت كنت مفكر انه هن اقل، بس صح، بعدين عملت لهم بالجراحة طلعوا جراحه. تي 3 او تي 4. تماما. يعني هي شوي صعبة بالقصة بسوريا. هلا هدول المرضى الجراحة عم يعملوها بسوريا أما بتركيا؟ سوريا سوريا. ما أوكي. يعني شوي صعبة الأمور. يعني بتصور حسب إذا يعني أنا ما أكون بسوريا وإجاني مريض تي فور، أو مثلا كتير هلا نحن لمف. تفضل. اللي عم نعمله هون بشكل اشرح لك دكتور عشان انت تفهم، اللي عم نعمله هون نحن وقت بيجينا هيك مريض
وحامل جراحة وكل شيء، عم بعطيه كيماوي بحاول عشان ياخذ أشعة بعدين تركيا. تمام، انا هيك بساوي. اذا عمل له جراحه جايين لعندي، بعطيه 3 اشهر كيماوي، بعدين بالضبط. بعمل ريستيجنج سكانز، بعدين اذا لساته ما له ميتاستاتيك بعته كيمو راديشن. بس السؤال اللي يطرح نفسه هلا، الجراح اتصل فيك وقال لك عندي مريض تي 4 ان 2، حولوا على تركيا. حتحوله على تركيا. تمام، هلا ممكن كمان اذا الوقت حياكلنا، هي فكره كنت اذكرها، انه ممكن انت تعطيه مثلا 3 تي ان اشهر او تي 4 اشهر تمام تي ان كيماوي، تي بعدين تحوله على تركيا. بالضبط بالضبط. اي نعطيه تي ان تي. تمام، تحوله على تركيا، بعدين بيرجع على سوريا باخذ جراحه او جراحه تركيا يعني. تمام. هلا اذا عفوا دكتور، اذا اعطينا الكيمو قبل والموديفايد فولفيرينوكس، لانه انا بالفتره كان عندي مريض كمان دخل لحتى تتحول، فاعطيته 3 شهور كيمو، اعطيته فولفوكس. حسب اذا مريض صغير او مريض يعني بصحه منيحه بعطيه فولفيرينوكس، بس اذا مريض يعني انه ما كتير بيتحمل فولفيرينوكس، مثل ما بتعرف فوكس. فولفيرينوكس ما له سهل، بعطيه فولفوكس. تمام. تمام دكتور جميل، تعليق سريع. يعني هدول المرضى، انت يعني ما شاء الله عليك، على فكره البرزنتيشن كثير 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 حلوه، كثير مميزه، وفيها كل الستاديز يعني المعروفه المفروض نعرفها، فالله يعطيك العافيه اولا. الله يعافيك يا رب. الشغله الثانيه، يعني شفت انت بعينك الستاديز السرفايفل بنفيت والستاندرد اوف كير، فهدول المرضى مثل مرضى الهيد اند نك، يعني الكيمو راديشن شغله اساسيه بالعلاج، فيعني ما بتقول انت وورث ات انه تبعته حتى من اول ما تشخص، وبعدين ترجع لعندك تكمله علاجات بس يخلص اشعه. على فكره موضوع، في كمان يعني سؤال، ما شاء الله يعني محاضره ممتازه، بس كمان احيانا بالحياه العمليه واحد بتعدي عليه شغلات هي نون ستاندرد، يعني بما انه هيك تشالنجينج كويشن دكتور جميل، يعني احيانا انا نفسي اجتني حاله زمانته لوكال ادفانس، بس كان اوبستراكتيف، يعني كان الورم سعد يعني ما بتحمل انه والله نستنى نعمل له كيمو اجتني راديشن، مريضة هلا من جديد هيك بتناقش فيها مع دكتور بسام. والله تفضل. فرحت على الجراحه يعني اول صح شيء. صحيح فورا. من المريضة اللي عندي لسه كان في عندها شغلة أسوأ سعد، وكان في عندها ناسور معي، ناسور كولوني مثاني، عم بيطلع البراز مع البول. هو فيستولا تمام. ايه فيستولا. لا انا مريض، بس اقول لك انه يعني شو عملنا فيها، وكم نسال كمان دكتور بسام شو هو بيعمل، يعني الاوبستراكشن راحت عملت صراحه، ما عملت جراحه ستنت. لازاله الورم، لانه يعني كان يعني موجود كبير وتحت، عملنا كوليسترول. لها كولوستومي وخلص الكولوستومي، وعملنا لها كيمو راديشن، وبعدين عملوا لها جراحه وعملوا لها يعني انستموسس وصلوها. تمام. تمام، ونحن هيك بنعمل كمان، نعمل الجراح بيعمل بحط الاوستومي وبعدين بيرجع لنا اياها. بعتنياتكم تعملوا مثل عنا. تمام. انتوا ستاندرد، انتوا ستاندرد ما شاء الله عليكم والله عن جد. ايش بدنا نعمل؟ والله ليش الله الحمد يعطيكم لله. العافية، وعن جد برافو مثل ما قال الدكتور باسل، يعني محاضرة متميزة، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هالمرة حضرت. هلا انت شو اسمه perfected البرزنتيشن، بس بدك تشتغل على قصة الوقت. ان شاء الله. اخذت معك ساعة بس والله انا ممتاز. عارفها، بدي اقول لك من الاول انه لانه جهزت لك كثير والله رح تاخذ وقت، بس يعني ما احسنت انه تحكي. لا الله يعطيك العافية. لا الله يعافيك يا رب. انا عندي 170 سلايد، بس كلهم في معظمهم هايد يعني ما لهم هي شي 100 بدي سلايد شغله بس. سريعه، شغله سريعه دكتور جميل، ما اكثر 10 دقائق، بس للاسف الاشياء اللي ناقصه عندهم، يعني كل شيء متوفر الحمد لله، وحتى تحويل عشان الراديشن، بس موضوع الستيجنج الاولي يعني بالبات سكان او الاي يو صحيح اس، صحيح. هي ضروريه كثير للاسف، الام ار ما اي او الاي او اس اي. صح مظبوط، هاي عندنا ضعيفه. يعني التي ستيج بالذات هي كثير مهمه اي باول والله علاج، اي والليمف والله نود كان كثير، بعض السي تي سكان ما بورجيك العقد اي النفوية، والله اي والله. الاي او اس عم بشوفوا العقد النفوية، وعملك منها كمان ما في بايبسي. عندنا اي او اس. نعم عم نعتمد على الجراح شو بيشيل وبنرجع الجوينت. تمام. طيب يلا خليني انا، اذا كده رح فيك اطلع تعمل انا. يا خليني انا اعمل شير. يعطيكم العافية. السلام عليكم. الله يعطيك العافية.
طيب شايفين الشاشة تبعي؟ هل شايفين الشاشة تبعي؟ تمام، موجودة، الفول سكرين أما شو؟ أما شو؟ موجود تو سكرينز يعني جنب بعضهم، آه ما واحد بعرف. واحد سلايد واحد نكست سلايد. آه طيب ليش شوي نشوف. هلا يمكن one screen صح؟ صح؟ ايه طلع الدكتور. آه تمام شكرا. طيب يلا انا هي محاضرة من مدى ستاتيك وفيكم توقفوني يعني انت ما بتكون على شو اسمه اذا في اي سؤال. طيب هي الاوتلاين، اول شيء هنحكي principles بشكل عام، شغلات عامة، بعدين نحكي عن شو الأدوية المتوفرة، بعدين نحكي شوية دراسات قديمة، بعدين مونوكلونال أنتي باديز على الفيج اف انهبيتورز والإي جي اف آر، وبعدين نحكي شغلات عملية تانية. هلا هي بس هدول بس هالثلاث حالات حعرضهم أنا، بس إنه إياكم تفكروا فيهم ويمكن تكتبوا هيك على ورقة هيك على جنب شو الجواب تبعكم، وبعدين بعد المحاضرة بس شوفوا انه شلون اذا تغير الجواب ام لا. طيب هي مريض عمره 50 سنة recently diagnosed metastatic colorectal cancer الى الكبد والرئتين، وعملت testing like KRAS mutation موجودة بالكولون كانسر. What chemo can be used؟ فينا نستخدم FOLFOX bevacizumab، اما فولفيري اند بيفزوزوماب كان بي يوزد، وعم يقول هذا ان فولفيري بيفزوزوماب احسن من فولفوكس بيفزوزوماب، اما فولفوكسيري بيفزوزوماب، اما فولفيري سيتوكسيماب از ذا بيست جيفن ذا كيراس ميوتيشن. طبعا يعني هذا انا هي السؤال انه مين صح ومين خطا، يعني ممكن يكون في اكثر من واحد صح واكثر من واحد خطا. طيب بس اكتبوا على جنب. انا سؤال ثاني، مريض كمان عمره 50 سنة metastatic left sided colon cancer to the liver and lung RAS RAF wild type. What chemo can be used? FOLFOX bevacizumab can be used. أما FOLFIRI bevacizumab. أما FOLFOXIRI bevacizumab. أما FOLFIRI plus cetuximab is the best given the wild type RAS. طيب هلا شيء وحيد تغير، نفس الشيء نفس الحالة بس بدل left صارت right sided. 50 year old right sided colorectal cancer metastatic RAS RAF wild type. What chemo can be used? FOLFOX bevacizumab. أما FOLFIRI bevacizumab. أما FOLFOXIRI bevacizumab. أما FOLFIRI cetuximab is the best given the wild type RAS. طيب هلا شوية شغلات عامة لازم دائما نذكرها. أول شيء الهدف من العلاج هو هدف تلطيفي بمعظم البيشنتس بالكولون كانسر اللي بيكون ميتاستاتيك. طبعا بحكي كولون هو نفس الشيء كولوركتال كانسر، يعني في مرضى selected number of patients with oligometastatic disease. هو انه oligometastatic يعني انه ميتاستاتيك بس الميتاستاتيك سايتس النقائل هن نقيلتين او ثلاثه، يعني او حتى يعني مثلا نقيلتين ثلاثه بالكبد، واحده او تنتين بالرئه، هيك شيء. يعني هذا نسميه اوليجو ميتاستاتيك، مو انه والله 10 بالكبد وخمسه بالرئه وبالعظم. وهي هلا في selected patients can be cured، الشفاء ممكن ببعض المرضى ميتاستاتيك، هي واحده من الاكسبشنز يعني بشكل عام. Biomarkers is absolutely needed to guide treatment 2021. Biomarkers هو إنه الواحد يعمل testing the KRAS, NRAS, BRAF والقصص، absolutely needed، لازم الواحد يعمله بالmetastatic colorectal cancer. الواحد يتذكر إنه هي بسموها مثل marathon not a sprint، يعني إنه هو هي رحلة طويلة، رحلة ال patient with metastatic colon cancer. المريض بده يشوف عدة علاجات خلال السنوات اللي بده يعيشها، فلذلك الواحد بده دائما يحط بباله قصة الفائدة، والفائدة من أي كيماوي بده يبلشه، والخطر أو الآثار الجانبية تبع أي كيماوي الواحد
بده يستخدمه. هلا الاكتيف تريتمنتس بالكولوركتال كانسر هن في عده تريتمنتس. هلا انا الشغله الواحد ممكن يفكر فيها انه في عندكم علاجات هي مثل ما بسموها سايتوتوكسيك كيموثيرابي، وفي علاجات مثل بيولوجيكس. فمثلا السايتوتوكسيك كيموثيرابي هن 5 اف يو او الزلورا نفس الشيء. 5 اف يو ممكن نعمل له ان نجمعه مع الايريتريكام بصير اسمه فولفيري مثل ما بتعرفوا. كابسايتابين مع ايريتريكام ممكن ينجمع اسمه كابيري، بس هذا نادرا ما نستخدمه لانه الاسهالات كثير عاليه فيه، يعني نادرا ما نستخدمه. في اوكسالوبلاتين 5 اف يو مع اوكسالوبلاتين او كابسايتابين مع اوكسالوبلاتين، وفي عندنا بالاضافه الى ذلك البيولوجيكس اللي هن بيفاسوزوماب اللي هو بيشتغل على الفيج اف، هو فيج اف انهبيتر فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور انهبيتر. في عندنا سيتوكسيماب بانيتوماماب، هدول سيتوكسيماب بانيتوماماب بيشتغلوا على الاي جي اف ار، هن الاي جي اف ار انهبيترز مونوكلونال انتي بوديز. كمان هلا افلوبرسبت والرامسوماب هدول مثل بيفاسوزوماب بس يعني نادرا ما يستخدموا. السبب انه نادرا ما يستخدموا هو فقط لانه دراسات ما كثير عليهم، دراسات هي اكثر على البيفزوزوماب، فلذلك منتشر البيفزوزوماب اكثر من الافلبرسات او الرامسوماب. هلا عاده انا هيك بفكر بال 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 بالعلاج الكولوركتال كانسر، انه المريض حيبلش 5 اف يو مع يا اما اوكسالوبلاتين يا اما ايرونوتيكان، يعني يا فول فوكس يا فول فيري، وبعدين نضيف لهم بقى يا بيفزوزوماب يا سيتوكسيماب او بانيتوماماب. هلا ممكن مرات هنشوف انه واحد يعمل 5 اف يو اوكسالوبلاتين ايريتي كان اللي هو فولفوكسيري سوا ويضيف لهم واحده من هدول. هلا بعدين المريض بعد ما اخذ الفيرست اور سكند لاين ثيرابي، او حتى بعد ما المريض صار عنده بروجريشن الكانسر تبعه ما عاد استجاب على 5 اف يو، ما عاد استجاب على الاوكسالوبلاتين او الايريتي كان، فوقتها بنروح بنسميه ريفراكتوري كولون كانسر. فهذا وقتها من العلاج يا بالريجرافينب يا بالتازونوتو. هلأ بنشوف في بعض المرضى بيأخذوا إيميونوثيرابي. هلأ كتير واحد مهم يفكر إنه في هاي الدراسة ورجت إنه الفيرست لاين ثيرابي بشكل عام البنفيت من الفيرست لاين ثيرابي هي شو اسمه الفائدة، هي الفائدة العظمى هي من الفيرست لاين ثيرابي. كل ما الواحد راح على السكند لاين ثيرابي أو ثيرد لاين ثيرابي الفائدة مثل ما عم نشوف إنه أقل. مثل مثلا الفائدة بالدراسات من وجدت انه مثلا overall survival كان تقريبا شيء 3.5 ل 4 ل 4.5 اشهر بالفيرست لاين ثيرابي، وتروح على السكند لاين ثيرابي فائدة اي شيء اكسبيرمنتال اي شيء عم نختبره هو تقريبا شيء شهر ونص شهرين، وتروح على الثيرد لاين ثيرابي او ريجرافينب مثلا تازون او تو الفائدة هي فقط شهر ونص شهرين. فلذلك هي شغلة الواحد بتذكرها انه مثل ما حكيت انه هي مثل ماراثون مال سبرنت، انه هي رحلة طويلة. واحد دائما بده يحاول انه يعطي الشيء المناسب اول شيء، لانه الفائدة العظمى هي بال first line سنة. وهي دراسة بتورجي انه خلال من زمان من الاوائل ال2000 هي من 2004 حد 2014 كيف ال survival تبع colorectal cancer ارتفع، هذا السهم الاحمر او الاورنج عم يرتفع بشكل عام. البروجريشن فري سيرفايفل تقريبا ستيبل يعني بشكل عام، بس بشوف انه اوفرول سيرفايفل هلا حاليا بال 2021 في مرضى كولوركتال كانسر بيعيشوا اكثر من 3 4 سنين يعني بالميتاستاتيك كولون كانسر. هلا في شويه هيستوريكال ستاديز حنعرضهم بس لاهميتهم. هاي الدراسه الاولى كانت باوائل الالفينات، كانت عم تطلع على الـ IFL. هل الـ IFL مختلف عن الفولفيري؟ IFL عم يعطي 5FU لوكوفورين اللي هو مول انفيوجنال، يعني مول 46 hours. ومثل ما حكينا قبل هالمرة انه 46 hours انفيوجن هو افضل من انه بولس لحاله. فهي كانت بولس مع ايرينوتيكان او فولفوكس اللي هو انفيوجنال 5FU مع اوكسالوبلاتين او ايروكس ايرينوتيكان مع اوكسالوبلاتين. طلعت الدراسة ووضحت انه الفول فوكس احسن من الـ IFL، وهي الدراسة اللي ادت الى انه اوكسالوبلاتين صار FDA approved بامريكا. هلا بعدين طلعت دراسات ثانيه وضحت انه فول فوكس اذا الواحد بلش بفول فوكس
كفيرست لاين بعدين راح على فولفيري سكند لاين، او بلش بفولفيري فيرست لاين بعدين راح على فولفوكس سكند لاين. الاوفرول سرفايفل مثل ما احنا شايفين 20 21، يعني الاوفرول سرفايفل نفسه. فهي دراسه ودراسات ثانيه بتوضح انه الفولفوكس مثله مثل الفولفيري. وفي دراسات ثانيه ما حارضى ال5 FU بالميتاستاتيك كولون كانسر 5 FU مثله مثل الكيبسايتامين. فوقت نقول فولفوكس مثل كنا عم نقول كيبوكس يعني بشكل عام، بس مثل ما قلت لكم انه قصه الكابيري الكيبسايتامين ايرونتي كان نادرا ما يستخدم. فلذلك فولفوكس يساوي فولفيري، فولفيري يساوي فولفوكس. فهي هي هي الدراسه بتوضح انه كيف الواحد خلال شو اسمه خلال الدياجنوزيس تبع الكولون كانسر انه بده يصير عنده مثل سموه اكسبوجر لكل الاكتيف تريتمنتس. يعني بده يصير بده مثل ما حكيت انه لازم ياخذ 5 FU اوكسالوبلاتين ايريوتيكان سواء فيرست لاين سكند لاين او باي ارنه بحياتهم. يعني مثل انا مثلا اذا واحد جاي مريض والبرفورمانس ستاتس تبع المريض لساته منيحه والمريض ما اخذ غير فول فوكس وجاي هلا بروجريشن اوف ديزيز والمريض عم يحكي انه هوسبيس، يعني الواحد بيحكي انه لسه ما جربت فول فيري ما جربت العلاجات الثانيه، فافضل انه الواحد يجرب لانه بنعرف انه العلاج الميتاستاتيك كولون كانسر امبروف كواليتي اوف لايف اند برولونج لايف، يعني بحسن العيوشيه تبع المريض وبحسن كيف المريض عم يحس كمان. هلا المونوكلونال انتي بوديز، هاد السلايد بس مشان تتذكروا انه بتقروا كله ماب 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 الماب هي بالاسم هو انه بتدل على انه مونوكلونال انتي بوديز. هلا وقت يكون في مو ماب هذا بيدل على انه الانتي بودي مستخلص من الميورين انه من المايس من الفئران. وقت يكون اكسيماب مثل سيتوكسيماب فهذا بيسموه كيميريك، هو مستخدم يعني ساووا له هذا الانتي بودي من الماوس ومن الهيومن. وتكون زوماب فهو هيومنايزد من تقريبا مثل الهيومن، هو مثل بيفسوزوماب. والبانيتوماب هو الهيومن، هي قصه الموماب. بس انه هذا سلايد بيضل عندكم عشان تفكروا الواحد بيقرا بيفسوزوماب بانيتوماب هي الماب قصه الماب. هي سلايد ثاني بيوضح نفس الشيء كمان. هلا هاي الدراسة سألت السؤال إنه أهمية البيفسوزوماب. لساتنا بالدراسات القديمة. هلا هاي الدراسة وضحت إنه كان قسم أخذوا IFL مثل ما تكون هي مثل ما لها فولفيري، هي 5FU بولس مع الأريوتيكان versus 5FU بولس مع الأريوتيكان زائد بيفسوزوماب. ووضحت هاي الدراسة إنه في benefit بالobjective response rate وبالميديان اوفر سرفايفل تقريبا شي 5 اشهر باضافه الافاستين او البيفسوزوماب بهدول المرضى. اي نفس الشيء عم توضح لكم كمان كيف الفرق بيناتهم الهازارد ريشيو 0.54. هاي الكابلن ماير كيرفز مثل ما حكينا عنهم قبل هالمره. هلا هاي الدراسه مثل ما قلت لكم زيلوكس نفس الفولفوكس. هاي الدراسه كانت تطلع اذا هل زيلوكس او فولفوكس مختلفه اذا الواحد ضاف لهم بيفسوزوماب. ووضحت انه البيفسوزوماب إذا نضاف على الزيلوكس أو الفولفوكس فهو في إله فائدة. فهي دراسة من الدراسات اللي وضحت أهمية البيفسوزوماب. وهي عملوا سب جروب أناليسز حسب إذا كان هل الزيلوكس مختلف عن الفولفوكس، لو إنه الزيلوكس نفسه نفس الفولفوكس من ناحية فائدة البيفسوزوماب. معناتها الخلاصة الأولى اللي بطلع فيها إنه infusional 5FU اللي هو تبع ال5FU على البومب مثله مثل الزيلودا مثل يعني الكيبسايتامين. والفولفوكس يساوي فولفيري نفس الفائده. فولفوكس افاستين احسن من فولفوكس، في بنفيت ما له كثير فظيعه بس في بنفيت. يعني معظم البنفيت في ستاديز ثانيات طلعت، يعني ما عرضت انا معظم البنفيت هي بروجريشن فري سيرفايفل. البنفيت تبع الاوفر اول سيرفايفل بالفولفوكس لحاله شوي يعني عليها اشاره استفهام انه قديش مهم. هلا بعدين طلع السؤال انه طيب عم نستخدم فولفوكس عم نستخدم فولفيري، طيب فينا نستخدم الثلاثه سوا ال 5 FU اوكسالوبلاتين ايريوتيكان. فطلعت هي الترايب ستدي من اهم الدراسات. هي اخذت 500 مريض بميتاستاتيك كولون كانسر
وقسم اخذوا فولفيري افاستن، والقسم الثاني اخذوا فولفاكسيري افاستن. طلع هون كيف اخذوا ال 12 سايكل، 12 سايكل يعني 6 شهور، بعدين راحوا على مينتننس 5 اف يو بافاسوزوماب او مينتننس 5 اف يو بافاسوزوماب. وطلع الدراسة وهي النتائج تبعها، هاي الدراسة انتشرت بأوائل 2010 ب 2014. ووضحت انه الريسبونس ريت كانت برايمري اند بوينت هي ريسبونس ريت، وضحت انه الريسبونس ريت كان اكثر ب 65% versus 53% بالفولفوكسيري افاستن، يعني اذا اعطيت ثلاثه سوا الريسبونس ريت اكثر، ونفس الشيء كمان نلاقي البروجريشن فري سرفايفل اكثر بالفولفوكسيري افاستن 12 شهر versus 9.7 months. دكتور بس تفضل. إذا سمحت السلايد اللي قبله لآخر شيء بقت النص المانث اللي تقريبا 42، أنا شايف إنه بصير تقريبا مثل بعضهم، ما هيك؟ هلا هون هاي بنهاية شو اسمه المتابعة تبع الدراسة، وتطلع على الكي ام كيرفز اللي هو كابلن ماير كيرفز، كثير مهم كمان تطلع على انه كم مريض بقي على الدراسة. اذا بتطلع لتحت بتلاقي انه الرقم اللي تحت هون على 42 عم تقارن هون 3 مرضى بخمس مرضى، فهدول المرضى اللي قبل في منهم ماتوا، في منهم بسموه لاست تو فولو اب، حكينا عنها بالمحاضره الاولى قصه لاست تو فولو اب، انه مريض راح وما عاد عرفنا شو صار فيه، هذا بنعمل له شغله اسمها سنسورينج. ف وتكون عندك بسموها هي سيبريشن اوف ذا كيرفز، انه هدول الكيرف الاول والكيرف الثاني منفصلين، فهي في فائده موجوده، عرفت شلون؟ هلا قصه انه تلاقي الكيرف ثابت لحاله هيك والكيرف الثاني الازرق مثلا كمان ثابت لحاله ولساتهم منفصلين، هي شغله هي حلوه كثير، نادرا ما تلاقيها، بتلاقيها اكثر بالاميونوثيرابي بالعلاجات المناعيه، يعني بتلاقيها اكثر، بس هون بحد ذاتها هدول التقوا ببعض لانه ما عاد في اخر شيء. بتطلع هون على 48 شهر ما عاد في غير هون بالفولفيري بافاسوزوماب، ما في غير ولا بيشنت بقيان، وهون بقيان 2 بيشنتس بالفولفوكسيري بافاسوزوماب. تمام؟ تمام، يعطيك هلا العافية. الله يعافيك. هلا كمان هي الاوفرول سرفايفل كان في شويه اوفرول سرفايفل بنفيت. هلا هي الدراسه الترايب 1 ستدي، هلا في دراسات كثير مهمه حامرق عليها وبقلكم عليها، مثلا ترايب ستدي هي كثير واحد مهم يعرفها، الترايب 2 ستدي كمان كثير مهم الواحد عليها يعرفها. الترايب 2 ستدي دراسه جديده ما صار لها كم سنه منتشره، اللي هي كانت عم تسال انه نفس الشيء بدل فولفيري بيفاسوزوماب خلينا نعطي فولفوكسيري بيفاسوزوماب بس لمده 8 سايكلز، يعني 4 اشهر فقط، هذه كانت 6 شهور، 4 اشهر، بعدين نعطي مينتننس 5 اف يو بيفاسوزوماب، بعدين اذا المريض صار عنده بروجريشن نرجع على فولفوكسيري بيفاسوزوماب مره ثانيه، وبعدين مينتننس 5 اف يو بيفاسوزوماب، او نعطي فول فاكس بيفاسوزوماب لمده 4 اشهر، بعدين مينتننس استراتيجي، بعدين اذا صار بروجريشن نعطي نروح على السكند لاين فول فيري. فالاختلاف في هيد بين ترايب 1 وترايب 2، اولا انه الترايب 2 ستدي عملوا بدل 6 اشهر عملوا 4 اشهر، والشيء الثاني بالبروتوكول تبع الدراسه قالوا اذا انت كم بلشت بفول فوكس وصار معك بروجريشن بعدين تروح على فول فيري. بالدراسه الاولى ما كانوا عاملين هذا بالبروتوكول، فهي الدراسه اكثر مماثله للحاله الواقعيه بالحياه. هلا في حدا بيعرف ليش حطوا 8 سايكلز او 4 اشهر هون ومن قبل كانت 12 او 6 اشهر؟ هلا بيعرف ليش؟ عشان يقلل التوكسيسيتي. تمام، عشان يقلل التوكسيسيتي، لانه طلعت داتا اكثر، هلا بدنا نحكي عليها بعدين، طلعت دراسات انه ورجت انه انت في شيء اسمه مينتننس ستراتيجي، انه ما 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 ضروري تعطي العلاج الكيماوي هذا الاندكشن كيمو فول فاكس او فولفيريا وهي الى الابد، يعني بتعطيه 4 اشهر وزياده بعدين تعمل سويتش لمينتننس سواء 5 اف يو او كيب سايت، بنحكي على هذا الشيء بعدين، بس تماما هذا الجواب. ف
فبهي الدراسة الـ Track to Study كان في 340 مريض على شو اسمه Arm A و339 على Arm B. وبهي الدراسة بالـ Progression Free Survival وضحت إنه في benefit للـ Fulfoxyrib بفاسوزوماب كانت 19 months versus 17 and a half months. والشيء الثاني الواحد بده يطلع عليه إنه الـ Overall Survival كمان كان في benefit 27.6 ب 22.6 month. وبطلع كيف الـ Response Rate والـ Objective Response Rate 62% versus 50%. فمعناته الواحد ممكن إنه يعمل شو اسمه إنه يعطي فولفوكسيري أفاستن بهيك مرضى. بس الشيء اللي الواحد يتذكره إنه بهي الدراسة إذا بتطلعوا معظم المرضى كانوا ECOG performance status of zero, like 85% 86% كانوا ECOG performance status of zero. يعني هدول المرضى مثل المرضى المثاليين. فلذلك بهي الحالة يعني بالحياة الواقعية إذا الواحد إجا مريض metastatic colon cancer والمريض شاب أو مريضة شابة وفت وECOG performance status zero أو واحد, ممكن يستخدم فولفوكسيري أفاستن مثلا بهيك مرضى بدل ما يبلش فولفوكس أفاستن أو فولفيري أفاستن. هلا الشغلة الثانية بدي أذكرها أنا إنه بهي الدراسة ما كتبت هون قديش, بس الفولفوكسيري الدوز تبع الدراسة دوز كتير كبيرة, عاطين كانوا 3200 ملغرام بير متر سكوير, يعني 3200. وهي هي أكبر بكتير من ال 5FU دوز اللي بالعادة بنعطيها نحن تبع 2400 تبع الفولفيرينوكس. هاي الدوز ما بنستعملها نحن بأمريكا, وحتى الجايد لاينز يعني وبالحياة العملية نستخدم أكثر الأحيان نستخدم ال 5FU 2400 ملغرام بير متر سكوير over 46 hours. في عالم بيعطوه over 48 hours بس معظم الأحيان بنعطيها, يعني بتصير مثل الفولفيرينوكس كأنه عم يعطي الواحد الفولفيرينوكس أباستر. والأيرينوتيكان دوز كمان ما حتكون 180, حتكون يا 165 يا 150 حسب المريض. هلا هاي جدول بس انا ما عرضت هدول الدراسات تبع الافلبرسبت والرامسيرماب. مثل ما قلت لكم الافلبرسبت والرامسيرماب هن مثل البيفسوزوماب, في شويه اختلافات صغيره بكيف انه بيشتغلوا بالاليه تبع الشغل, بس كلياتهم اندرسوا وكلياتهم مفيدين. بس مثل ما قلت لكم بيفسوزوماب هو يستخدم اكثر فقط لانه اندرس اكثر, يعني فقط لا غير. يعني علامات الخلاصه الثانيه هي انه فولفوكس يساوي فولفيري. فولفوكسيري افاستن از بريفيرد فور فيت بيشنتس هو كان توليريت اجريسيف ثيرابي. معناته اذا بيشنت فيت فيني اعطي فولفوكسيري افاستن. انا عرضت دراسه ترايب 2 بس كمان كان في ميتا اناليسز ان عرضي Tribe 1 و Tribe 2 ووضحت كيف انه فولفوكسيري افاستن افضل من فولفوكس لحاله او فولفيري لحاله مع افاستن. والبيفسوزوماب can be added to any line of therapy treatment beyond progression. وبيفسوزوماب is heavily studied one, هذا اللي حكينا عنه. هلا بيفسوزوماب can be added to any line of therapy كمان هي ما ورجيتها انه بيفسوزوماب اندرس مع فولفوكس, درس مع فولفيري, مع زيلوكس, مع فولفوكسيري, اندرس بالفيرست لاين بالسكند لاين, وندرس لحاله كمان كيبسايتامين بيفاسوزوماب. فالبيفاسوزوماب في الواحد يضيفه لأي من هدول الشيء اسمه الكيماوي. هلا في شغلة هاي مكتوب انه treatment beyond progression, هاي من شي 6-7 سنين وقت كان ما كان في علاجات هيك ظريفة بالكولون كانسر. كان معظم النقاشات والجدالات على قصة هي بسموها treatment beyond progression. شو يعني؟ هلا عادة نحن إذا بتعطي أي علاج كيماوي وصار في progression of disease, مثلا إذا عم تعطي لنقل gemcitabine abraxane colon cancer بالpancreas cancer gemcitabine abraxane وصار في progression of disease على هي therapy, ما حتكمل gemcitabine abraxane, حتعمل switch to therapy. بالأفاستن في شيء مختلف, يعني إذا الواحد عطى فول فوكس أفاستن first line بعدين صار المريض عنده progression of disease, إذا عملت switch لفولفيري أفاستن لسه في فائدة من الأفاستن. ونعمل الدراسات ورجت إنه في فائدة لأفاستن بسموه beyond progression, يعني نخلي الواحد أفاستن بس يغير الكيماوي. هاي الخلاصة الثانية. معناتها الخلاصة
الثانية هي فول فاكس يساوي فول فيري، فول فاكسوري أباستن للفيت بيشنتس. هلا هاي هذا الباثوي كتير كتير مهم، اللي هو بسموه الماب كي باثوي، اللي هو ببلش في الاي جي اف ار. الاي جي اف ار هي الجدار الخلوي، الاي جي اف ار هو على السطح، الاي جي اف ار متصله بآليه بالراس، بعدين الراف، بعدين المك، بعدين الماب كي. ونفسه هو هي كمان الاي جي اف ار متصله بباثوي ثاني هو بي اي 3 كي كاينيز باثوي. هلا اهميه هي انه مثل ما بتشوفوا الراس هي نفس الكي راس ان راس اللي بتسمعوا فيها، الراف هي نفس البي راف اللي بتسمعوا فيها، المك والمك انهبيشن اللي بنحكي عنه. بس انه كثير مهم الواحد انه يشوف انه الاي جي اف ار هو على السطح، وان الواحد ممكن يعمل اي جي اف ار مونوكلونال انتي بادي يعطيه ويعمل يوقف هي السيجنال كلياتها. بس هلا المشكله اذا في اذا الواحد عم يعطي انتي بادي وعم يتصل ببرا، واذا المريض عنده راس ميوتيشن او راف ميوتيشن او حتى بي راف ميوتيشن، فولو عملت بلوكج من برا هدول الميوتيشنز لساتهم شغالين عم يشغلوا الخليه السرطانيه. فهذا اللي بيفسر انه ليش الاي جي اف ار مونوكلونال انتي بادي ما بيشتغلوا منيح بالراس او الراف ميوتيشنز. يعني اذا عندك كولوركتال كانسر بيشنت وعنده بي راف او كي راس ميوتيشن واعطيتهم ستوكسيماب او بانيتوماماب ما حيشتغل، لانه عم يشتغل البانيتوماماب او ستوكسيماب من برا بس ما عم ياثر على اللي جوا. وهذا الشيء توضح انه بالدراسات السابقه، انه في هي دراسه قديمه كانت تطلع على بانيتوماماب versus best supportive care، لقيت انه للمرضى اللي wild type KRAS تلاقي الميديان survival كان 7.3 versus 9.3. فبطلع الكيرفز كيف انه في فرق بيناتهم، ففي فائدة بانيتوماماب اذا الراس wild type. هلا اذا كان mutant KRAS طلع انه بانيتوماماب كأنه ما عم يأثر ابدا. ليش؟ لانه الكيراس ميوتيشن مثل ما قلنا هي من جوا وليست من برا، فانت عم تعطي البانيتوماماب من برا فنفس السرفايفل. نفس الشيء دراسات تانية كمان وضحت نفس الشيء بالسيتوكسيماب، اذا كان وايلد تايب في فائده، اذا كان كيراس ميوتيتد ما في فائده. هلا هي الدراسه مع انه عم نحكي على المونوكلونال انتيباديز تبع الاي جي اف ار، هي الدراسه الكريستال ستدي من الدراسات المهمه اللي هي بالفيرست لاين، طلعت على group of patients أخذوا فولفيري والجروب الثاني أخذوا فولفيري ستوكسيماب، والبرايمري اند بوينت كان progression free survival. وطلع انه كانت لأجل لكل المرضى وقت عملوا analysis طلع ما كان في فرق بيناتهم. هلا دائما وقت يكون في المنحنيين ماشيين سوا هيك وبعدين يفترقوا، دائما الواحد يفكر انه هل في سب جروب في مرضى معينين ما عم يستفادوا على التريتمنت، فلذلك هن كانت الامور سيئه بعدين في منهم استفادوا. هذا بيوضح بقصه الكيراس، وتعملوا هون الاناسس كان بغض النظر عن الكيراس ستارس لو ما في فرق، بس وتعملوا كيراس طلعوا انه الكيراس وايلد تايب دخلوا بس المرضى اللي ميتاستاتيك كولوركتال كانسر وكيراس وايلد تايب، تلاحظ انه الفرق صار اكبر. تلاحظ انه ميديم بروجريشن فري سيرفايفل كان without the stuximab كان 8.4، with the stuximab كان 9.9. يعني لساته الفرق انه ما له عظيم بالستوكسيماب first line، بس يعني في فائدة ك statistically significant. prime study كانت مثل الكريستال study بس كانت على البانيتوماماب بدل الستوكسيماب، نفس القصة حتشوفوها دائما. wild type KRAS كان في فائدة، كيراس ميوتيتد ما كان في فائدة بالمنحنيين. هاي الجدول بلخص الدراسات كلياتها. في دراسة كوين نورديك أنا ما عرضتهم، بس كلهم هالدراسات على الـ EGFR monoclonal antibodies. هلا هدول الميوتيشنز تبع الكيراس، إذا هذا الكيراس جين كتير مهم الواحد يفكر إنه مثل ما بتعرفوا الجين هو عادة عبارة عن عدة إكسونات، وأشياء كيراس ميوتيشنز هنا على الإكسون 2.
بس في كيراس ميوتيشنز ما لهم موجودين على اكسون 2 مثل اكسون 3 واكسون 4، ولسه في بعد الكيراس صار في ان راس كمان، هنا اكسون 2 3 و4، وفي البي ار اف ميوتيشنز. ليش عم بحكي انا هذا الشيء؟ لانه قبل 2010 وقت كانت الدراسات تنعمل كانت ما تاخذ بعين الاعتبار لا كيراس ان راس او بي ار اف. بعدين عرفنا انه اهميه كيراس من ناحيه الاي جي اف ار مونوكلون انتي بادي، فبلشوا يطلعوا على الكيراس اللي كانت تنفحص اللي هي الاشياء تبع الاكسون 2. بس بعدين انتبهنا انه اوه في كيراس كمان بسمون اتيبيكال ميوتيشنز على الاكسون 3 واكسون 4، ولسه في الانراس ميوتيشنز كلياتهم اللي على بعضهم تقريبا 17% من المرضى عندهم هدول الميوتيشنز. فكتير مهم يعرفون. ليش عم بقول لكم كل هالشيء؟ لانه في لهلا حتى بالولايات المتحده وقت يعملوا فحوصات في مخابر بس بيعملوا فحوصات لكيراس للميوتيشنز الاشياء، وقت واحد عم يعمل بس للاكسون 2 ما عم يغطي الاكسونات الثانيه. فكتير مهم انه واحد وقت يعمل كيراس تيستينج يعمل كيراس لكل الاكسونات والانراس كمان يفضل. هلا حاليا بالولايات المتحده الامريكيه نحن بنبعد دائما لشيء بسموه نكست جنريشن سيكونسينج او ان جي اس، اللي هو بنفحص مئات من الـ الطفرات. وهذا الفحص عادة في بقلبه كيراس ان راس بيراف وكل شيء. هلا هاي نروح على الفاير 3 ستدي اللي هي كانت عم تسأل سؤال، هل السيتوكسيماب اضافته للفولفيري احسن من بيفاسوزوماب اضافته للفولفيري؟ يعني هي عم تستخدم نفس كيماوي، بس سؤال بقى البيولوجيك السيتوكسيماب هل هو افضل من بيفاسوزوماب ام لا؟ وكانت الستدي هي فيرست لاين كيراس وايلد تايب. لقوا بهي الستدي انه بالانتنشن تو تريت بوبوليشن كان الفرق، في فرق بالارقام انه السيتوكسيماب احسن بس ما له ستاتستيكلي سيجنيفيكانت مثل ما ملاحظين. او هي البروجريشن فري سرفايفل مثل ما شايفين نفس الشيء بالنسبة للفولفيري بيفاسوزوماب أو فولفيري سيتوكسيماب. أو الـ overall survival كان في شوية فائدة مثل ما أنا شايفين إنه 28.7 months 25.0 months، بس كانت هي مال الـ primary endpoint تبع الـ study. هلا خليني أطش هاي روح على هاي الـ study. هاي الـ study كثير مهمة، أنا قلت لكم في دراسات لازم تعرفوها tribe 1 tribe 2 وال 804 05 هي دراسة CALGB. هاي دراسة كتير كتير مهمة لعدة أسباب بنحكي عليها. هاي دراسة أخذت مرضى ب metastatic colon cancer KRAS wild type، أخذوا قسم من المرضى أخذوا FOLFOX أو FOLFIRI زائد بيفاسوزوماب، والقسم الثاني أخذ FOLFOX أو FOLFIRI زائد cetuximab. معناتها هي دراسة عم تسأل بغض النظر عن الكيماوي إذا فولفاكس أو فولفيري، هل السيتوكسيماب إضافته إلى الكيماوي أفضل من إضافة البيفاسوزوماب بالفرونت لاين سيتنج بالفيرست لاين سيتنج أول ما يجي المريض؟ إذا بنلاحظ أول شيء وقت عملوا الأناليسز لقوا إنه البروجريشن فري سرفايفل بالسيتوكسيماب بيفاسوزوماب مثله ذاته بالكيمو بيفاسوزوماب نفسه بالكيمو، هي سي تي هي سايتوتوكسيك يعني الكيمو سواء فولفوكس او فولفيري زائد بيفاسوزوماب نفسه بالكيمو زائد سيتوكسيماب، معناتها السيتوكسيماب مثله مثل بيفاسوزوماب سواء بروجريشن فري سرفايفل او اوفرول سرفايفل بشكل عام بالاول اناليسيز عملوه بالستدي. بعدين اطلعوا لقوا انه السؤال الثاني اللي سالوه، هل الكيماوي نوع الكيماوي اللي عم نستخدمه بيفرق؟ يعني هل فولفوكس افاستن احسن من فولفوكس سيتوكسيماب؟ كمان نفس الشيء ما لقوا فرق هون، مثل ما ملاحظين انه هذا الريشيو بتعبر الواحد والبي فاليو اكثر من 0.05. نفس الشيء فولفيري بيفاسوزوماب يساوي فولفيري سيتوكسيماب. هلا الشيء الثاني، اول شيء انا مثل ما قلت لكم انه كانت الستدي اذا بترجع لورا كانت عم تطلع على الكيراس وايلد تايب. بعدين بعد ما عملوا له ابديت للستدي وتعرفنا انه مو بس كيراس هو المهم، مثل ما قلت لكم في كيراس على مو على الاكسون 2 مهمين وفي الان راس كمان مهمه، فشو عملوا؟ اخذوا هدول الكيراس الثانيات بعين الاعتبار
واخذوا الان راس الثانيات بعين الاعتبار وعملوا الاناليسز مره ثانيه. فطلعوا لو للاول راس وايلد تايب، يعني سواء كي راس او ان راس يكونوا كلهم وايلد تايب ما في ميوتيشن، البروجريشن فري سرفايفل بالنسبه للكيمو زائد بفسوزماب بيساوي كيمو زائد ستاكسيماب، نفس الشيء الاوفرول سرفايفل كمان ما في اختلاف. هلا طلعوا حسب الريجيمن كمان ما في اختلاف مره ثانيه بيناتهم كلياتهم. الشيء الثاني اللي انسأل، هي مثل ما حكينا كيمو، بس الشيء الثاني اللي انسأل بدي اروح عليه هو كان المفروض في السلايد هون، دقيقة شوي نشوف. تمام. هلا الشيء الثاني اللي هلا بدي احكي عليه انا هو بنفس ال 80405 موجود، اللي هو انه السايد ماتر، يعني انه اذا الكولون كانسر جاي من على اليمين او من على اليسار بتفرق. من زمان كثير من 2001 نعرف انه الكولون كانسر تبع اليمين اسوأ من اليسار. هاي الدراسه كانت عم تطلع على الفايف اف يو وعم تطلع على الاوفرول سرفايفل، بنلاحظ انه الكولون كانسر جاي من اليمين 10 اشهر، اللي جاي من اليسار 15 شهر. نفس الشيء الدراسات الجديده الكريستال ستدي كمان لاحظت انه الليفت سايدد كولون كانسر البروجنوزس تبعه افضل من الرايت سايدد كولون كانسر. نفس الشيء هون هلا ال 80405 بهي الدراسه عملوا اناليسز كمان ليفت فيرسز رايت، بتلاحظ انه الليفت سايدد كولون كانسر الميديان اوفرول سرفايفل تبعه 33 مانس 33 شهر versus right sided 19 شهر، يعني تقريبا النص. هدول المرضى طبعا right side colon cancer تقريبا عم يعيشوا بالنص، نص ما عم يعيشوا المرضى تبع ال left side. الشيء الثاني اللي عملوا analysis بنفس هي الدراسة تبع 80405 اللي كان عم تطلع FOLFOX أو FOLFIRI زائد cetuximab versus FOLFOX أو FOLFIRI زائد بيفسوزما. لاحظوا طلعوا المنحنيات هون كلياتها، المنحني الأسوأ هو right sided colon cancer، يعني إذا ascending colon cancer عم تعطيه كيماوي زائد سيتوكسما، هذا الأسوأ. بعدين عندكم اللي بيجي بعده هو ال right sided بيفسوزما، بعدين بيجي عندك left sided bevacizumab، بعدين left sided cetuximab. وهي الأرقام عملوا إنه left sided cetuximab إذا عطيت cetuximab لواحد عنده left sided 39.3 months هو the overall survival، إذا عطيت bevacizumab 32.6 months. يعني في فرق ضئيل، ما له فرق كبير، خاصة هو ما له statistically significant، بس في فرق إذا الواحد عنده left sided colon cancer انه يعطي cetuximab ممكن انه 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 مناسب يكون، لانه الفرق اكبر بشوي. يعني ال right sided colon cancer اذا اعطيت bevacizumab بنلاحظ انه 29 month overall survival، ولكن اذا اعطيت cetuximab بال left sided colon cancer فبيطلع 13.6 month، وهذا حكي كلياته بال wild type colon cancer، wild type RAS wild type colon cancer. فمعناتها في الواحد يطلع على هاي الشغلة من عدة نواحي. الناحية الأولى إنه سواء كان left sided أو right sided bevacizumab في الواحد يستخدمه، بالcetuximab إذا كان left sided في الواحد يستخدمه للcetuximab، إذا كان right sided colon cancer cetuximab يفضل انه ما يستخدم، لانه اعطاء cetuximab بيساوي نتائج أسوأ، وهذا الشيء موجود بال NCCN guidelines. معناتها ال perfect candidate انه المريض هو ال perfect انه الواحد يعطيه first line EGFR monoclonal antibody سواء cetuximab او panitumumab، هو مريض ما عنده KRAS, NRAS أو HRAS mutations اللي هنن موجودين تقريبا 55% من المرضى، ما عنده BRAF mutation اللي هي تقريبا 8% من المرضى،
وهيرتو انا ما ورجيتها، بس نفس القصه بالنسبه لهيرتو، ما عنده هيرتو امبليفيكيشن. هلا 55 زائد 8 تقريبا صار عندنا، يعني هون عم نحكي تقريبا، واضافه ل further exclusion criteria right sided colon cancer، بيطلع عندنا اخر شيء بالنهايه انه تقريبا شيء 70% من مرضى colon cancer first line ما فينا نعطيهم EGFR monoclonal antibody. شوي مين هدول نحكي. ف الخلاصه الثالثه هي انه cetuximab وبنتوماب نفس الشيء، ما ورجيتها هي الستدي بس هي اسمها aspect study، قارنت cetuximab مع بنتوماب كانوا نفس النتائج، ففي الواحد يستخدمون. هلا نحن انا عاده يعني بستخدم البنتوماب اكثر، فقط لانه cetuximab في مرات بيعمل allergic reaction موجود، فلذلك نستخدم البنتوماب اكثر. السايد افكت تبع السيتوكسيماب والبنتوماب يعني غالبا باللونج كانسر، انه نحكي عن الاي جي اف ار سايد افكتس التايرزن كانيز انهبيتورز هني، بس السايد افكتس تبع انهبيشن اوف اي جي اف ار هو دائما انه ممكن يصير في طفح جلدي، ممكن يصير في اسهالات والرجيك رياكشن خاصه بالسيتوكسيماب، ودائما هي تذكروها انه مغنيسيوم ممكن ينزل بهدول المرضى. هلا معناتها فور ليفت سايدد كولون كانسر فينا نستخدم كيماوي مع بيفسوزوماب او كيماوي زائد مونوكلون انتيبادي لاي جي اف ار اونلي اف اتس راس وايلد تايب. فور رايت سايدد كولون كانسر فينا نستخدم كيماوي زائد بيفسوزوماب. معناتها الواحد بيطلع هون، اذا الواحد ما عنده هدول المعلومات دائما الواحد بالسليم بيكون اذا بلش كيماوي زائد بيفسوزوماب فيرست لاين. بعدين بقى اذا اكتشف انه المريض راس وايلد تايب ممكن بالسكند لاين او بعدين بيستخدم اي جي اف ار مونوكلونال انتيبادي للسيتوكسيماب او بنتوماب. هلا هذا الباث واي مره ثانيه، اي جي اف ار راس راف و وال الراف طلع البي راف ميوتيشن تحدث هون، هي اشياء ميوتيشن ممكن تحدث ب هلا بيعرف كل اياتهم على بعضهم، هم تقريبا شي 5 ل 8% من كولون كانسر ميتاستاتيك كولون كانسر، ومن هدول 5 ل 8% تقريبا 90% من منهم او اكثر هن بيكونوا بيعرف في 600E ميوتيشنز. هي البيعرف في 600E هي نفسها تبع الشائعه بالميلانوما. فوقت يكون في عندنا بيعرف ميوتيشن، اذا الواحد عطى بيعرف انهبيتر لحاله في بصير مثل عنده ميكانيزم انه بتشغل ال EGFR، لانه واحد عم يعمل بلوكج هير هون، فبصير الباثوي صح انه عم يعمل بلوكج من هون، بس الباثوي هون لساته شغال، بصير صح انه عم يعمل هون بلوكج، المك وال ERK هدول الارك بيشتغلوا بيقوموا بيعملوا فيدباك، بسموها فيدباك ميكانيزم. فلذلك اكتشفوا انه بيراف انهبيترز لحالهم او حتى ميك انهبيترز مع بيراف ما لهم كافيين بالكولون كانسر، فلازم يعطي الواحد معهم اي جي اف ار انهبيتر، لازم الواحد يعمل بلوكج هون ويعمل بلوكج من تحت كمان من جوا ومن برا. طلع في دراسات من زمان وضحت على قصه انه البيراف ميوتيتد كولون كانسر عندهم كتير البروغنوزيس تبعهم والانذار تبعهم سيء جدا. هاي الدراسة نفسها هي الـ 80405 اللي كثير مهمة، بنلاحظ انه الـ wild type BRAF mutation patients كان الـ survival 34 شهر versus الـ mutated كان تقريبا بس سنة فقط لا غير هدول المرضى. فهدول هدول المرضى الانذار تبعهم سيء جدا. والشيء المهم الثاني انه سريريا هدول المرضى تبع البيراف ميوتيشن بتلاقي انه المريض كتير شائع عندهم انه يجي المريض وعندهم ميتاستاتيك كولون كانسر للبريتونيوم، فهدول هدول البيراف ميوتيشنز بيحبوا كتير البرتوان، يعني كتير كتير شائع انه نلاقي بيراف ميوتيتد كولون كانسر منتشر الى البرتوان او العقد الليمفاوية تبع خلف البرتوان، حتى هدول ممكن يروحوا على شو اسمه على الدماغ كمان ايضا.
مثل ما حكيت انا انه وقت الواحد بده يعمل بلوكج، بده يوقف هذا السبيل الباثوي، بده مو بس يوقف البراف، بده يوقف من جوا ومن برا من الاي جي اف ار كمان. وهذا اللي هو طلع الدراسه اسمها بيكون ستدي، اللي هي انتشرت بال 2019، ما صار لها سنه ونص تقريبا منتشره، اللي هي درست انكرافينب اللي هو عباره عن براف انهبيتر مع بينامتينب اللي هو ميك انهبيتر. خلينا نرجع لورا، سو براف انهبيتر مع ميك انهبيتر مع سيتوكسيماب اللي هو اي جي اف ار انهبيتر، فعطوا ثلاثه مونوكلون، ثلاثه عفوا بلوك انهبيتورز، مثبطات لهدول الميوتيشن فيرسز هي سموها تريبلت ثيرابي لانه ثلاثه تريبلت. دبلت ثيرابي اللي هي اثنين، عطوا انكرافينب مع سيتوكسيماب اللي هي عباره عن براف انهبيتر مع اي جي اف ار انهبيتر، والكنترول ارم كانت فولفيري مع سيتوكسيماب، ار ار اي 2 كان مع سيتوكسيماب. وطلعوا ورجت الدراسه انه الدبلت او تريبلت نفس ال نفس الفعاليه، وكانوا الاثنين احسن من الكنترول. وهي الدراسه اللي ادت الى انه الانكرافينب سيتوكسيماب حاليا ابروفد بامريكا. ومثل ما نلاحظ هون الاوبجكتيف ريسبونس ريت 27% بالتريبلت، 20% بالدبلت، واقل من 3% بالكنترول. بسام، هي سكند لاين ما هيك؟ تماما، شكرا على التوضيح. نعم، هي دراسه سكند لاين اند بيوند، يعني في كثير مرضى كانوا حتى ثيرد لاين، فهي الدراسة ما لها فرونت لاين، ما لها فيرست لاين. شكرا جزيلا على التوضيح. حاليا في دراسة بدها تطلع، يعني بدها عم تنكتب الدراسة، عم تقارن بين البيكن استراتيجي اللي هي انكرافينب سيتوكسيماب versus كيماوي بالفيرست لاين. بس كمان شغله سريعه، كمان قبل ما تمشي عليها كثير، في صوره حطيتها انت حلوه كثير تبعت شكل الكولون والفرق تمام. بين الرايت سايد والليفت سايد، وكيف يعني هي الهند جات والميد جات. تماما ايه وين بتبلش بالضبط الليفت سايد وين بتبلش الرايت سايد تبع تمام الكولون؟ تمام. هلا الرايت سايد مثل ما بنعرف الاسندنج كولون، الليفت سايد هو الديسندنج كولون، الكولون النازل مع السيني مع المستقيم. الرايت سايد هو كولون صاعد. هلا السؤال حدا بيسأل طب شو بشان الترانسفيرس كولون؟ الترانسفيرس كولون دائما عليه اختلافات، ومعظم الدراسات تعمله اكسكلوجن، بتطلعوا من الدراسه. هلا في هو ليش من النظريات انه ليش الرايت سايدد كولون مختلف عن الليفت سايدد كولون، لانه جنينيا مختلفين. يعني الرايت سايدد كولون المنشا تبعه ومنشا اول ثلث من الترانسفيرس مختلف عن المنشا الجنيني الليفت سايدد مع ال شو اسمه الثلثين الثانيات تبع ترانسفيرس. الشيء الثاني المهم، وشكرا دكتور باسل ذكرتني انه اعرض هذا الشكل. الشيء الثاني المهم انه رايت سايدد كولون كانسر مختلف بالميوتيشنز والطفرات البلائيه وكل شيء مختلف عن ليفت سايدد، بحيث انه ام اس اي هاي كولون كانسر منتشر اكثر باليمين، البيراف ميوتيتد كولون كانسر والكيراس ميوتيتد منتشر اكثر باليمين. الليفت سايدد بنلاقي فيه هير 2 مرات، وبنلاقي فيه كيراس وايلد تايب بمعظم الاحيان. هذا نفس الشيء شكل كمان بيوضح انه كيف هدول النقط حسب اللون قديش موجوده، بتلاقوا النقط الحمراء بيراف اكثر موجود كرايت سايد، وبعدين كل ما نروح على اليسار بيكون البيراف اقل من هي. معناتها هو التيبكال برزنتيشن لمريض كولون كانسر ميتاستاتيك كبيراف بيكون رايت سايدد كولون كانسر، نفس الشيء بالام اس اي هاي بدنا نحكيه كمان. دكتور بالنسبه لنفس الشكل هدول الميوتيشن بيفيدونا بالايرلي ستيج بالنسبه للبروجنوسز اللي ما بنستعملهم؟ ما بنستعملهم. هلا الشيء الوحيد اللي بنستعمله هو شو اسمه الام اس اي ستاتس، الام اس اي هاي ام ام اس اي ستيبل. التانيات ككيراس انراس اتش راس والقصص كلياتها وبيراف كلياتهم لهلا ما لهم استعمالات، يعني عرفت؟
يعني ما بنعملهم، ما بنبعتهم اصلا للمختبر، لانه صراحه ما حيفيدونا، ما حيأثروا على العلاج، عرفت شلون؟ هلا هي هذا الشكل بيوضح انه كيف شو اسمه، انه البي راف ميوتيشن هي الاقل، الهير 2 كمان نادره تقريبا شي 3 4%، الراس ميوتيتد اذا ناخذ كل شيء راس ميوتيشنز تقريبا بيطلعوا لنا شيء 60%. ما كنا عم نحكي عن البيكن ستدي اللي هي كومبينيشن انكرافينب مع سيتوكسيماب، وهي كمان شو اسمه الاثار الجانبيه، يعني الواحد دائما بده يتوقع انه اذا دبلت بتكون اقل من تريبلت، يعني اذا الواحد عطى انكرافينب سيتوكسيماب كل الاثار الجانبيه اقل من انه يعطي الثلاثه سوا. Conclusion أربعة، الخلاصة الرابعة هي BRAF very bad prognosis loves the peritoneum تروح على البرتوان ال BRAF mutated cancers if chemo in first line is for لل BRAF mutated colon cancer إذا الواحد بده يستخدم كيماوي بال first line الأفضل يستخدم فولفوكسيري أفاستر. هلا هي شغلة من الشغلات اللي كانت انشافلت بالترايب ستدي، وبنصحكم كلياتكم انه تنزلوا الترايب ستدي وتقروها، انه عملوا سب جروب اناليسز للبيراف ميوتيتد كولون كانسر استفادوا من الفولفوكسيري افاستن اكثر مما استفادوا من الدبلت افاستن. فاذا فيرست لاين بيراف ميوتيتد كولون كانسر يفضل الواحد يعطي فولفوكسيري افاستن، لبعدين مثل ما قال الدكتور باسل السكند لاين او بعدين وقت الواحد يصير عنده بروجريشن بيعطي BRAF inhibitor مع EGFR inhibitor. Encorafenib cetuximab هو ال FDA approved. HER2 amplification كتير نادر تقريبا شي 4%، ما في شي FDA approved هلا حاليا، بس في دراسات انعملت مثل عالتوكاتنب trastuzumab ولاباتنب trastuzumab، في دراسات تانية عم تنعمل، يعني بالمستقبل حيختلف هذا الشيء. ال NTRK fusion هي شائعة، عفوا نادرة جدا بالcolorectal cancer. الانتراك هي اللي حكينا عنها بالمحاضرة، يعني بأحد المحاضرات وقتها ذكرناها وذكر الدكتور باسل انه كيف وقتها انتشرت كتير بوسائل الاعلام على قصة هذا الدواء اللي بده يشفي جميع الامراض، بس هو كان الدواء فقط على الانتراك فيوجن، هو الاريتروكتينب. هلا بالميرستاتيك كولون كانسر بشكل عام، معظم المرضى مثل ما قلنا بهالمرة تقريبا شي 95% من المرضى بيكونوا الميوتيشنز تبعهم الطفرات تبعهم ما بتكون كتير كبيرة، بيكون يعني عدد الطفرات الموجودة قليلة، ولكن تقريبا شي 5% من المرضى عندهم هي بنسميها الام اس هاي ستار المايكرو ساتلايت ستابيليتي هاي، هدول تقريبا شي 5% من مرضى الميتاستاتيك كولون كانسر، وبيكون عندهم تغير باحدى ال شو اسمه البروتينات التابعه لهدول الجينز ام ال اتش 1 ام اس اتش 2 ام اس اتش 6 بي ام اس 2 والبولي، كمان هي شغله جديده طلعت. ف من حكينا بهالمره انه بالستيج 2 او بالستيج 2 كولون كانسر نستخدم نحن قصة الـ MSI High لأنه البروغنوز تبعهم هدول أفضل وقت يكونوا Stage 2 من البروغنوز للمايكروساتلايت Stable. بالستيج 4 كان الإنذار تبعهم لهدول الـ MSI High Metastatic Colon Cancer كان البروغنوز تبعهم أسوأ، كان أسوأ السبب لأنه هدول المرضى نادراً ما يستجيبوا على الكيماوي، مرات بيستجيبوا بس الكولون كانسر طبعاً كتير سيء من ناحية الكيماوي. والشيء الثاني سريرياً مختلفين عن باقي الكولون كانسر، شلون سريرياً مختلفين؟ كتير من المرات هدول MSI high مثل ما قلت لكم بيكون right sided على اليمين، زائد بيكونوا بسموهم بولكي، يعني بيكون الكتلة كبيرة كتير. يعني عندي مريض إجا وقتها وفي عنده metastatic disease to the liver على الكبد، عنده نقائل على الكبد، وكان الكتلة تبع الكولون عنده على اليمين تقريبا شي 12-14 سنتي، يعني إنه كبيرة جدا.
تكون سادة بالعادة ما؟ تمام، وممكن تكون كثير سادة. هذا المريض وقت أخذ فولفوكس برا وبعدين إجى لعنا، وفولفوكس يعني ما أثر أبدا بالهي، فهذا المريض بنعطيه اميونوثيرابي. هلا بدنا نحكي عن الهي. هلا شو الاميونوثيرابي؟ هاي خلية السرطان، تمام، وهي خلية التي سيل، الخلايا التائية، الخلايا المناعية. فعادة خلايا السرطانية عندها بي دي ال 1، هدول اللايجنز بيسموهم بي دي ال 1 وبي دي ال 2، هدول بيتصلوا بالخلية التائية على البي دي 1 ريسبتورز موجودة على الخلية التائية، وبينيموا الخلية، بيعملوها مثل بينيموها للخلية التائية. فالسؤال الذي يطرح نفسه، طب ليش ما نعمل دواء بيفصل هون او بيعمل بلوكج لهي الارنه، وبنصير نفيق الخليه التائيه؟ وهذا اللي بصير بالكيترودا مثلا، بمبرولوزماب او نيفولوماب او الباقي، بصير عندك مونوكلونال انتي بودي بيجي بيتصل بالبي دي 1 ريسبتور، والخليه التائيه بتشتغل وبتروح بالخلايا الليمفاويه، بتروح بتقاتل السرطان. فهذا المبدا تبع الشيء اسمه الاميونوثيرابي. هلا واحد يسال انه في طريقه سهله انه نعرف شو هل الدواء هو اميونوثيرابي ام لا؟ جوجل. فاي دواء طلع انفولوماب، بمبرولوزماب، كذا، الواحد طلع على جوجل بيشوف اذا هي شو الميكانيزم تبعه. المس ماتش ريبير ديفيشنسي، شوي بس خليني بدي اجل الوقت روح وعرض. هي على هاي الدراسة، هي من أهم الدراسات تبع الـ MSI High، Micro Satellite Instability High Colon Cancer. هاي الدراسة انعرضت، ما صار لها تقريبا شي 8 شهور انعرضت. فوتت مرضى Micro Satellite Instability High Colon Cancer Metastatic. القسم الأول أخذوا Pembrolizumab اللي هو لنا PD-1 Inhibitor، والقسم الثاني أخذوا كيماوي، تمام؟ فالسؤال اللي كانوا عم يسألوه، هل الاميونوثيرابي كفرونت لاين فيرست لاين افضل من الكيماوي؟ ولاحظوا بالنسبه للاوبجكتيف ريسبونس ريت كان 67% بالبمبرولوزماب و50% بالكيماوي، ولاحظ كومبليت ريسبونس 11% 11% versus 4% بالكيماوي. ولاحظ النتائج بقى، البروجريشن فري سيرفايفل، مثل ما بنلاحظ انه المنحني تبع الكيماوي بينزل 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 بينزل. لاحظ هدول المرضى انه شلون يعني العيوشيه تبعهم كثير سيئه. هلا هذا من الاسئله اللي نسيت، عفوا انا مين سال، اذا جميل او حدا تاني، انه شلون كانوا عم يلتقوا قبل. لاحظ هون انه كيف شو اسمه العلاج المناعي، تمام، شلون منفصلين وضلوا منفصلين. فهذا كثير شيء جميل ومهم، ونشوفه بالعياده انه في مرضى. هلا ذكرت لكم باول محاضره انه امبارح شفت مريضه ميتاستاتيك بانكرياتيك كانسر وام اس اي هاي، وصار لها سنتين ونص وكمبليت ريسبونس. يعني هدول المرضى من الشغلات المهمه بالاميونوثيرابي، وتشتغل العلاجات المناعيه وتشتغل بتضلها شغاله لوقت طويل جدا. وفي مرضى من هذول المرضى يعني انه ممكن ينشفوا، يعني غالبا ممكن ينشفوا بالمستقبل. يعني الشيء الثاني انه الواحد يتذكر انه ام اس اي هاي موجوده بالكولون كانسر، بس موجوده بشو اسمه بالسرطانات الثانيه، وهي من اهم الدراسات، لازم كلياتكم تكونوا عندكم نسخة منها. كانت انتشرت من 2017 لي اسمها last name، دخلت سرطانات عديدة وعطتهم الاندومتريال كلها. عفوا، الاندومتريال كلها تقريبا يكون فيها MSI، ما في نسبة كبيرة منه، مو انه كلهم بس نسبة كثيرة. صراحة نسيت قديش، اذا حدا بيتذكر شيء 20-25% يمكن تقريبا، ما اعرف اذا حدا بيعرف، بس هيك شيء تقريبا. بس انه الام اس اي هاي موجوده بعده سرطانات، ومثل ما بنلاحظ هون بهي الدراسه، يعني دخلوا وعطوا اميونوثيرابي وكان الريسبونس ريت على بغض النظر عن نوع السرطان، اذا هو ام اس اي هاي فعم يستجيب على الاميونوثيرابي. فهي وقت ادت الى اول اف دي ابروفال
انه سمحوا الاف دي اي انه يستخدم البيمبرولوزماب او حتى النيفولوماب بعدين للام اس اي هاي، السرطانات اللي ام اس اي هاي بغض النظر عن من وين جاي، سواء سرطان جلد، سرطان ميلانوما، سرطان اندوميتريال، اذا ام اس اي هاي فيك تعطي نيفولوماب او بيمبرولوزماب. هاي الكي نوت 177 مثل ما حكينا عنها. هلا هاي التشيك ميت 142 كانت عطت نيفولوماب مع ايبوليموماب. هلا نيفولوماب هو كمان بي دي 1 انهبيتر مثل البيمبرولوزماب، ايبوليموماب هو بيشتغل كمان تشيك بوينت انهبيتر، بيشتغل على الجهاز المناعي بس هو بيشتغل على مستقبل ثاني اسمه سي تي ال اي 4، حتسمعوا اكثر من عنه هذا بالميلانوما. بس وقت عطوا نيفولوماب مع ايبوليموماب بالمايكروساتلايت هاي كولون كانسر ولو انه في ريسبونس ريت كان عالي، response rate كان 60%، والoverall survival كان لساته بسموها not reached، إنه لسه المرضى لساتهم عايشين فما وصلوا للoverall survival، median overall survival، وال12 months overall survival طلع على السنة أكثر من 80% من المرضى لساتهم عايشين، يعني نتائج كتير ممتازة. ونفس الشيء على السنة 77% من المرضى عايشين ولسه السرطان تبعه ما صار عليه progression. فحاليا اما اروح على refractory setting بالولايات المتحدة، اذا اجى مريض first line metastatic colon cancer و MSI high، هذا المريض المفروض ينعطى pembrolizumab. هلا امتى ممكن الواحد يعطي nivolumab او ipilimumab؟ ممكن الواحد يفكر انه يعطي nivolumab او ipilimumab سواء، اذا مثلا بده الواحد يعطي higher response، يعني بده مثلا عنده سرطان كتير موجود والمريض صغير أو fit وبده ينزل من حجم السرطان، فممكن يعطي nivolumab ipilimumab. بس المشكلة إنه إلى الآن ما عندنا دراسة عم تقارن هل nivolumab ipilimumab متقارن مباشرة مع pembrolizumab أفضل من pembrolizumab، هاي دراسة ما عندنا إياها. فحاليا the standard of care هو pembrolizumab. هلا refractory setting انا قلت انه اذا المتاستاتيك colon cancer اخذ المريض كل شيء، ال 5FU والاوكسالبلاتين ايرينوتيكان البافوسيزوماب، واذا كان مناسب انه اعطيه اي جي اف ار مونوكلون انتيبادي اخذهم كلياتهم، وهلا المريض ما عاد استجاب، هذا بسموه refractory. refractory ما حكثير فوت عليه انا احكي فيه، بس في دوائين موجودين. الدواء الأول هو الريجرافينين اللي هو مالتي كاينيز انهيبيتر، بيشتغل على الفيج اف وبيشتغل على البي دي اتش اف ار وعلى التانيات. الريجرافينين هو عبارة عن حبوب بتتاخد، وهي دراسة اسمها كوركت ستدي قارنت الريجرافينين مع البلاسيبو او بس سبورتيف كير، ولاحظت انه الاوفرول سرفايفل كان في بنفيت. هلا المشكلة بهدول الدواء سواء الريجرافينين او التازون او تو الثاني اللي هلا بدي احكي عنه، انه طلع كيف يعني الميديان سرفايفل 6.4 versus 5 months، يعني الريجرافينب عم يفيد فقط شهر ونص عيوشيه فقط لا غير، وهدول الادويه للاسف يعني غاليه وفي لها اثار جانبيه، فلذلك يعني للاسف ما لهم كثير مشجعين هدول الادويه، بس موجودين كشيء للمرضى تبعنا. يعني على هاي دراسة تانية، دراسة اسمها ريدوز ستدي، سألت سؤال انه انا هل لازم بلش ريجرافينب على الجرعة تبع 160 اللي هي الفول دوز، هي 160 ملغرام، اما لازم بلش على 80 ملغرام واطلع لفوق، يعني 80 ملغرام بعدين بعطي المريض اسبوع اول 80 ملغرام، بعدين اسبوع الثاني اعطيه 120 ملغرام، بعدين اسبوع التالت اعطيه 160 ملغرام اذا ما صار معه اثار جانبيه المريض. لانه عاده مثل ما بتعرفوا بنبلش فول دوز بنعطي 160، بعدين اذا صار معه المريض اثار جانبيه بننزل لتحت. هاي الدراسه ورجت انه ايه اعطاء بسموه اسكليشن استراتيجي، انه ريدوز استراتيجي، انه اعطاء 80 وتطلع لفوق افضل من انه الواحد يطلع من 160 وينزل لتحت. الدواء الثاني هو اسمه تاز 102 او ترايفلوريدين تيبرسيل. ترايفلوريدين تيبرسيل هو عباره عن فلوروبريميدين، يعني مثله مثل 5FU
او الكيبسايتامين، بيشتغل، هو عبارة عن كومبينيشن، عبارة عن دوايين بحبة واحدة. الترايفلوريدين هو مثل الكيبسايتامين، التبرسيل هو عبارة عن مثبط لإنزيم هون بيخلص شو اسمه الترايفلوريدين. فبعدين ده عم تثبط الانزيم اللي بيتخلص من الترايفلوريدين، عم يطلع معك ترايفلوريدين اكثر، هذا بيأثر اكثر كاثار على السرطان. هلا في شغله بس مهمه تانية، انه الاليه اللي بيشتغل فيها هي صح انه هو فلوريبيرميدين، الاليه تبعه مختلفه عن اليه الكيبسايتامين او الفايف اف يو من ناحيه الانزيمات. شو قصدي انا؟ في شغلة صراحة ما بعرف والله بلال، يعني شلون بدنا نتغطى، يمكن لازم نعمل بلال أو باسل يعني محاضرة للفارماكولوجي مثلا، قصص إنه الدي بي دي ديفشنسي والقصص هاي، ما بعرف هل ناويين نحط محاضرة للفارماكولوجي ما شو؟ بتصور بيكون مفيد، بس يعني مو حاطة على جدول، وبدنا نشوف مين ممكن يعني يساعد بإعطائها، بس فكرة ممتازة. تمام. هلا اكيد كلكم سمعانين بشيء اسمه دي بي دي ديفشنسي، اللي هو انه في مرضى بيكون عندهم الدي بي دي، هو احد الانزيمات المهمه بالتخلص من باستقلاب الفايف اف يو او الكيبسايتابين. الدي بي دي بيكون ماله طبيعي، فبما انه ما عم يقدروا يتخلصوا من الدواء ويستقلبوه منيح، فبصير عندهم اثار جانبيه كتير سيئه، يعني خاصه بيكون بصير عندهم اسهالات شديده، وبصير عندهم السيتوبينيا، يعني شو اسمه الكريات البيض والحمر بتنزل كتير، وبصير عندهم شو اسمه ماوث سورز. ف هذا من الاسئله اللي مرات بيسالوها، طيب هل الدي بي دي ديفشنسي، اذا المريض عنده دي بي دي ديفشنسي هل ممكن ينعطى تاز 102؟ ايه ممكن ينعطى، لانه الاليه شوي مختلفه من ناحيه الانزيمات. هاي دراسة كانت ورجت التاز 102 اللي هو بسموه اللونسرف او مثل ما قلت التبرسيل ترايفلوريدين versus post supportive care او placebo. كمان بنلاحظ مثل الريجرافينب يا دوب في فائدة، يعني فائدة كانت تقريبا شي شهر ونص شهرين، والمشكلة انه هدول الادوية تاز 102 والريجرافينب انه ما يعني response rate اقل من 3 او 4%. فاذا واحد والله عنده مريض وعنده مثلا 5 سم بالكبد و4 سم بالرئة، والمريض يعني عم يصير عنده أعراض من هالسرطان، فما يتوقع إنه والله الريجرافينب أو التازول أو حيخلصوا من هالأعراض، يعني هي هي المشكلة. أطش عنهم هدول التازول أو بس بدنا نحكي الريجرافينب حتتغطى هالشغلات شوي شو اسمه بسرطان الكلية خاصة، مثل باقي ال VEGF tyrosine kinase inhibitors ممكن يعمل hand foot syndrome، بصير في عندهم المرضى تغيرات جلدية، ممكن يصير عندهم شو اسمه مشاكل بالكبد. التازون او تو الشيء ممكن يصير عند هذول المرضى اكثر شيء هو السيتوبينيا، النيتروبينيا كثير شائعه، والانيميا كمان شائعه عند هذول المرضى. خليني اطش على هدول. فحاليا هلا بال 2010 بس بدي اعرض هذا السلايد، انه كيف بال 2010 كان المرضى يتعالجوا فولفاكس او فولفيري زائد بيفسوزماب بالفيرست لاين، بعدين يروح على السكند لاين فولفاكس او فولفيري بيفسوزماب، بعدين ثيرد لاين يروح على انتي اي جي اف ار، بعدين على الهوسبيس. هلا حاليا بال 2020 الامور تغيرت، فيرست لاين بياخذ مريض فولفوكس فولفيري او فولفوكسيري مع بيفسوزوماب، او بال الراس وايلد تايب ممكن نضيف اي جي اف ار مونوكلونال انتيبادي بالليفت سايدد لحاله مو بالرايت سايدد مثل ما قلنا، بعدين بالسكند لاين ممكن الواحد ياخذ دول الادويه مره ثانيه بعد المينتنس، بعدين بالثيرد لاين باي ريجرافينب او تاز 102، بعدين ممكن الواحد بقى بالراس وايلد تايب يرجع على الانتي اي جي اف ار مره ثانيه، مع انه المريض اخذه من قبل ممكن ياخذه مره ثانيه، وفي مرات مرضى بيستجيبوا. هي في دراسه انتشرت بالجامعه اونكولوجي من شي سنتين، وورجت انه
بسموها انه ري انتروداكشن اوف انتي اي جي اف ار، انه تعطيها مره ثانيه ممكن تفيد بهدول المرضى اللي استفادوا من قبل عليها. هلا انا حكيت انه في شغلات عمليه بدي احكي عليها. المينتننس، الواحد ممكن يسال سؤال انه for how long should we use induction chemotherapy، اللي هي الكيماوي الفولفاكس او الفولفيري. في دراسات عديده انتشرت على هذا الشيء وسالت هذا الشيء، اهمها دراسه اسمها كايرو 3 ستدي. كايرو 3 دخلت مرضى اخذوا زيلوكس افاستن او وكملوا على زيلوكس افاستن، او قالوا خلينا شو اسمه، القسم الاول اخذوا زيلوكس افاستن وكملوا عليه، القسم الثاني اخذوا زيلوكس افاستن لمده ستة سايكلز تقريبا يعني 18 اسبوع، بعدين وقفوا عملوا observation او break، بعدين عطوهم الزيلوكس افاستن مره ثانيه وتصير عنده progression المريض. ولاحظت هي الدراسه انه ما في فائده انه الواحد يكمل الكيماوي الى الابد، فممكن الواحد يعطي بريك انه observation. progression free survival كانت شوي مختلفه بين الاثنين. هلا في الشيء الثاني انه المينتننس، عطوا بالمرضى اللي اخذوا المينتننس صار في فائده للبروجريشن فري سيرفايفل. و في دراسات كثير ثانيه، هلا هي في دراسه ميتا اناليسس طلعنا عده دراسات وسالنا السؤال الاول، هل مرضى سرطان ميتاستاتيك كولون كانسر، جمعنا جميع الدراسات اللي عم تسأل هل لازم نكمل السيتوتوكسيك كيموثيرابي، هي سي تي اكس سيتوتوكسيك كيموثيرابي الى الابد، اما ممكن نعطي فلوربيريميدين بيفاسيزوماب او فلوربيريميدين او بيفاسيزوماب كمينتيننس ثيرابي او اوبزرفيشن. فمثل ما تلاحظوا بالاوفرول سرفايفل انه الواحد يكمل اندكشن ثيرابي الى الابد، ولا واحد من هدول ال hazard ratio statistically significant. نفس الشيء progression free survival، ولا واحد منهم statistically significant. إذا بنطلع على maintenance بشكل عام، أي maintenance بعد ما الواحد يعطي 3-4 أشهر كيماوي، إذا عطى الواحد maintenance مقارنة مع ال observation، ال hazard ratio is 0.58 وهي statistically significant. معناته maintenance بتفيد بناحيه البروجريشن فري سيرفايفل، بس اوفرول سيرفايفل بنفيت ما كثير مفيده. وهي شكل ثاني بيوضح هذا الشيء، هي بسموها فورست بلوت، شفناها قبل هالمره. هذا الخط العمودي هون هو تبع الهازارد ريشيو، اذا قطعت الدراسه فمعناته ما له ستاتستيكلي سيجنيفيكانت. كل خط من هدول الخطوط هو يمثل دراسه، مثل ما قلت لكم في دراسات عديده نعملها. ف شو اسمه للاوفرول سرفايفل، مثل ما بنلاحظ هذا المعين هو جمع كل الدراسات سوا، بنلاحظ ان اوفرول سرفايفل صح انه تقريبا المينتننس ممكن تكون افضل من الاوبزرفيشن، بس عابر للخط الواحد فهو ما له ستاتستيكلي سيجنيفيكانت. ولكن بالبروجريشن فري سرفايفل بنلاحظ انه في فائده لانه الواحد يعمل مينتننس. فشو الملخص تبع هذا الشيء كلياته؟ الريكومنديشن، التوصيات، انه الواحد ممكن يبلش فيرست لاين ثيرابي سواء فولفاكس او فولفيري، او ممكن بعض المرضى فولفاكسيري. تعطيهم اذا المريض بعد ما عملت ريستيجنج سكانز، الواحد بيعطيهم لشهرين بعدين بيعمل ريستيجنج سكان، بعدين بيعطي شهرين ثانيات بيعمل ريستيجنج سكانز مره ثانيه، هي صار 4 اشهر. فإذا المريض صار عنده stable disease أو أحسن من stable disease، سواء stable disease أو partial response، ما تكمل إلى الأبد، وإنما ممكن تحول يا أما maintenance treatment مع fluoropyrimidine سواء capecitabine لحال أو 5-FU لحال، أو ممكن الواحد يضيف capecitabine مع Avastin أو 5-FU مع Avastin. بعض المرضى ممكن الواحد يعمل observation. ليش ممكن يعمل observation؟ لأنه مثل ما شفنا maintenance treatment ما بتعملنا overall survival benefit،
وانما تعمل بروجريشن في سرفايفل بنفيت. انا حاليا صراحه بايات الشيء اللي بسوي ايه، لنقل سوينا مريض فول فاكسيري افاستن، اعطيته 4 اشهر، عملت له ريستيجنج سكان، ريستيجنج طلع انه والله عنده بارشل ريسبونس، فبقول له المريض طيب حنوقف هلا الفلفاكسيري افاستن، حنبلشك على كيبسايتابين، يا كيبسايتابين لحالي يا مع افاستن. كيبسايتابين عاده بعطي الجرعه تبع كايرو 3 اللي هي 625 ملي جرام بير متر سكوير، وعاده بعطيها انا من الاثنين الى الجمعه والويكند اوف، من الاثنين الى الجمعه والويكند ما بياخذ المريض، تطلع اخر شيء تقريبا شيء 1000 مرتين باليوم هيك شيء تقريبا. وبعدين بقى اذا صار عند المريض بروجريشن ممكن الواحد يعطي الكيماوي نفسه مره ثانيه. هلا الكونكلوجن 5 هي المينتنس ستراتيجي از ذا بريفيرد اوبشن فور موست بيشنتس. مينتنس لازم تنعطى بمعظم البيشنتس بعد اندكشن، فلا تعطوا كيماوي الى الابد. الاوبزرفيشن از فايبل اوبشن ان سم بيشنتس افتر 3 4 مانثس، بعض المرضى ممكن نعمل راحه من هي. هلا بال metastatic colon cancer الى الكبد، اذا كان اوليجو metastatic disease مثل ما انا ذكرت قبل بالاول كم سلايد، انه في بعض المرضى ممكن ينشفوا صراحه. لاجل الوقت ما حفوت كثير بالتفاصيل، ولكن هي دراسه كثير مهمه تقروها، اسمها اي او ار تي سي ستدي، هي دراسه اوروبيه طلعت انه مرضى عندهم اوليجو metastatic colon cancer metastatic disease للكبد، مرضى منهم أخذوا جراحة لحالها، سو جراحة على الكبد وجراحة على سرطان الكولون، والمرضى الثانيات أخذوا فالفاكس بعدين جراحة بعدين فالفاكس، ولقوا إنه لأجل جميع المرضى ما كان في فائدة من ناحية الكيماوي، مثل ما نشوف ما statistically significant، فما في فائدة من إنه يضيف كيماوي بهدول المرضى من ناحيه الديزيز فري سرفايفل يعني بشكل عام. اوفرول سرفايفل اكيد ما في فائده. هاي الدراسه كمان مهمه كثير، اسمها نيو ايبوك ستدي، سالت سؤال مختلف. طيب هلا حاليا عم نعطي نحن سيتوكسيماب لبعض المرضى، فاخذت كيراس وايلد تايب بيشنتس وذ كولوركتال كانسر وريسكتبل ليفر ميتاستاسيس، اخذوا فريق من المرضى اخذوا oxaliplatin myonating مثل مثلا فولفوكس او فولفيري مع سيتوكسيماب، بعدين سيرجري بعدين فولفوكس فولفيري سيتوكسيماب، الثاني مرضى اخذوا فولفوكس او فولفيري وبعدين سيرجري بعدين فولفوكس. مثل هي السؤال، هي الدراسه عم تساله هو هي فائده السيتوكسيماب، اضافه السيتوكسيماب على البيري اوبريتيف كيموثيرابي. لقيت هي الدراسه شغلات مهمه كثير، انه للاسف مثل ما احنا ملاحظين انه البروجريشن فري سرفايفل اللي اخذوا كيماوي لحال مع الجراحه افضل من اللي اخذوا سيتوكسيماب. معناته سيتوكسيماب اذا الواحد بده يستخلص شيء من هون، سيتوكسيماب ممكن عم يضر بعض هدول المرضى وقت عم يروحوا على الجراحه بعدين. يعني في كثير اشارات استفهام على هي الدراسه، خاصه انه كانت دخلت كيراس wild type، ما طلعوا على الراس wild type براف wild type، انما بس كانت كيراس wild type. فمعناتها مثل ما قلنا detrimental detriment mainly in patients with traditionally good prognostic factor من ناحيه الراس status. على هي ميتا اناليسيس ثانيه توضح اهميه اضافه الكيماوي على الجراحه، مثل EORTC study يعني. منلاحظ انه بالناحية البروجريشن فري سيرفايفل في فائدة من اضافة الكيماوي، ولكن من ناحية الاوفرول سيرفايفل اضافة الكيماوي الى الجراحة ما كتير يعني ما لها statistically significant. بس هلا هدول المرضى كيف عم يتعالجوا؟ CR colorectal patients with limited metastatic disease can be offered curative chance. مثل ما قلنا هدول المرضى اللي عندهم مثلا one or two lesions مثلا بالليفر ممكن واحد يعمل لهم resection بعد كيماوي. Multimodality chemotherapy use plus surgery. Role of biologic is not clear. هلا هون صراحة نحن هون اللي بنساوي، إذا مريض
ميتاستاتيك كولون كانسر وعنده ليفر ميتاستاتيك ديزيز. اللي بنساوي انه بقعد مع المريض وبحكي معه بقول له انه اضافه الكيماوي غالبا ما حتخليك تعيش اكثر، ما بنعرف اذا حتخليك تعيش اكثر، ولكن ممكن تقلل خطر انه السرطان يرجع. معظم المرضى بيوافقوا انه نستخدم الكيماوي، فمعظم هدول المرضى انا بستخدم كيماوي يا فول فاكس او فول فاكس سيري، وبعطيه شي 3 4 اشهر، بعدين بنبعتهم بقى على جراحة، جراحة السرطان البرايمري وجراحة الميتاستاسيس كمان. هلا دكتور، الفكرة ممكن احنا مباشرة نعمل له سيرجري اذا فينا نشيل البؤرة الكبدية مع الورم الكولون، اذا مو مستقيم كولون مثلا، الزاوية الكولونية الكبدية مع جزء من الكبد، بعدين نعطيه adjuvant therapy كيموثيرابي. كمان فيك تعمل هيك شيء. هلا ما في الافيدنس بهذا، اقل شوي من الافيدنس انه تعطي بيري اوبريتيف، عرفت؟ معظم العالم هلا بيعطوا بري اوبريتيف، عرفت؟ مثل لانه مثل اي شيء تاني صارت قصه النيو ادجمنت. اهميه النيو ادجمنت انه 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 هيك مرضى انت عم تعطيهم كيماوي، اذا صار عندهم بروجريشن فهدول المرضى ما لازم يروحوا على الجراحة، مثل إنه أنت عم تحاول تنقي المرضى المثاليين للجراحة من ناحية البيولوجية، عرفت شلون؟ إذا بعت أي مريض على الجراحة بعدين أعطيته كيماوي، ما حتعرف إذا الكيماوي عم يساوي شيء أم لا. أما إذا أعطيت كيماوي أول شيء بعدين بعت المريض على الجراحة، ممكن بقى تصير تشوف فائدة الكيماوي إنه يعني والله قبل الجراحة بنعمل ريستيجينج مرة ثانية ونشوف. تمام. مو في غلط انه دراسة تعمل، بفرق بيناتهم؟ عفوا في دراسة بفرق بيناتهم انه جراحة مباشرة بعدين كيموثيرابي او نيو ادجوفنت بعدين جراحة بعدين كيموثيرابي؟ انه كيف، ما فهمت. انه دراسة بتفرجينا انه اذا كان في عندي بؤرة كبدية صغيرة فيني اشيلها بالجراحة، انه اذا عملت جراحة بعدين ادجوفنت كيموثيرابي او اذا عملت نيو ادجوفنت بعدين سيرجري بعدين كيموثيرابي انهي افضل؟ لا، انه بيري اوبريتيف فيرسس بوست اوبريتيف، ايوه ما في دقيق شوي. انا عندي الشيء اسمه ثانية واحدة، لانه عندي الليست تبع الدراسات، بس ما بتذكر انه كان في هيك. عم تشوفوا شاشتي ولا لا؟ واقفة دكتور، واقفة شاشة بس الزرقاء والأبيض. زرقاء. طيب هلا، هلا شايفين في اكسل؟ ايه هلأ طلعت. طيب هدول هن الدراسات الموجودة. الدراسة هي كانت جراحة مباشرة أو جراحة بعدين فول فاكس، تمام؟ وفي دراسة تانية كانت جراحة بعدين هي يو اف تي ال في، هي مثل الفايف اف يو تقريبا. في دراسة كانت جراحة بعدين كي بوكس versus جراحة بعدين كي بوكس باستن. في دراسة كانت جراحة versus بيري اوبرتيف، هي اللي شفناها الاي او ار تي سي. في دراسة كانت جراحة بعدين فايف اف يو لحال أو جراحة فولفيري. في دراسة جراحة وبعدين جراحة 5FU، في دراسة جراحة وجراحة 5FU. فهي الدراسة اللي أنت عم تحكي عنها ما لها موجودة للأسف. هو سؤال مهم كتير، بس يعني هي من الشغلات اللي أكتر شيء عليها هيك اختلافات. يعني قصة إنه إلى الآن هدول الدراسات معظمهم ما ورجوا overall survival benefit. فهل السؤال الذي يطرح نفسه، هل عن جد الكيماوي تبعنا عم يفيد المرضى شيء اما لا بقصه المرضى اللي ممكن يروحوا على الجراحه، عرفت شلون؟ فلذلك انا اذا مريض، صراحه لهلا ما اجاني ولا مريض قال لي ما بدي كيماوي، بس اذا مريض اجاني وعملت معه ناقشت معه هالشيء وقال لي لا بس انا بدي اقيم هدول الكبد وبدي اقيم الكولون وما بدي كيماوي، ما حازعل كثير، لانه يعني الدراسات كلها ما عم تورجي اوفر اول سرفايفل بنفيت، تمام؟
ما شاء الله، بسام كنوز بهالجهاز تبعك ما شاء الله، بخبيهم. الله يخليك الله يخليك يا ولد. بس لا، هي انا وبلال عملنا عم نعمل عليها ميتا اناليسز هلا حاليا، يعني هذا السؤال تبع الاوليجو ميتاستاتيك. طيب خلينا نرجع، انا تقريبا حخلص. انا برايي الانال كانسر نغطيه بالمره القادمه بلال. والله أفضل والله كأني. هلا بس السؤال الاخير هو should we resect the primary tumor؟ يعني مريض عندك metastatic colon cancer ومثلا عندهم metastatic disease بالكولون، ما له اوليجو metastatic، metastatic disease بالكولون باللونج وهالقصص كلياتها. هاي الدراسه هي الدراسه الوحيده الراندومايزد كلينيكال ترايل، انتشرت ما صار لها اسبوع ونص، اسمها جيكوك ستدي. قارنوا هي primary tumor resection plus chemotherapy versus chemotherapy alone for colon rectal cancer patients who have unresectable metastasis. ما تمنيش لاحظ أخرنا المحاضرة أسبوع عشان أطلع الدراسة. تمام. فلاحظ انه المنحنيين عم يعانوا بعض، ما في اي فائده من الجراحه على البرايمري بهدول المرضى. نفس الشيء شفتوه كمان بتذكر وقت حكى فيه بقصه يمكن الدكتوره سوسن حكته بقصه البريست كانسر كمان، يعني ما في فائده ان الواحد يشيل البرايمري اذا في ميتاستاتيك كانسر، ميتاستاتيك بريست كانسر. هاي بشكل عام المحاضرة، شكرا للاستماع، عفوا انه عفوا طبعا على هدول مثلا، هل بدك هيك ضغطة 15 ولا لا بدك شغلة سائلة أكثر؟ I don't know. دكتورة سوسن كأني اللي بتحط ميوت. طيب يعطيك العافية بسام، شكرا جزيلا على المحاضرة. الله يعافيكم، لا تاخذوا لي سلايدات كثار بس صعب الموضوع. ما شاء الله عليك والله، حلو والله المحاضره. الله يعطيك. عندي ملاحظه سريعه يعني، الشباب بيدلي والدكتور محمود بالباقي، يعني انا يعني ما شاء الله مثل ما شايفين انتم الخيارات كلها الدكتور بسام حكى فيها على ستيج 4 كولون كانسر. صحيح نحن ما غير مدعوم بالنسبه لنا كدعم يعني للادويه، ولكن يعني بتعالجون انتم هالمرضى هدول، ففي فائده كبيره من العلاج. سرفايفل بنفيت شفتوها قديش كبيره، يعني ممكن تكون توصل ل 30 شهر واكثر واقل حسب التيومر. فانتوا عندكم الادويه كلها متوفره، يعني هي الفولفير والفولفوكس والافاستين متوفر الحمد لله عندكم، فبتساعدوا المرضى يعني بالشيء هذا. وما تزعلوا، هدول الدوايين اخر شيء حكى لنا الدكتور بسام شفته قديش يعني السرفايفل تبعهم بسيط، يعني شهرين بس مين سرفايفل بفيدوا. انا يعني شخصيا عالجت عشرات مرضى كولون كانسر، ممكن مره مرتين استعملت هدول الادويه تاس 103 ولا ريجرافنب. لو حد وقت ما مريض عاده يوصل للمرحله هي يعني بيكون متوسم توفيني، بكون كثير يعني تعب من الادويه الثانيه لحد ما يوصل للمرحله هي. تمام. انا وافقك تماما، يعني هدول خاصه بسوريا ولو صاروا متوفرين يعني ما حيستاهلوا الحق المصاري والسايد افكتس اثار الجانبيه. يعني احنا عاده هون المرضى اذا وصلوا لهي مرحله انه صاروا ريفراكتوري، يعني كلهم على الترايل، يعني بنحطهم على ستاديز، انه ما بنعطيهم لا تاز 102 ولا ريجرافنب. يعني صراحه اخر مريض اعطيته تاز 102 او ريجرافنب بهي صار له زمان كثير، يعني كلهم على الستادي مثل ما بالله. يعني هيك نحن مباشرة ناخذ القرار عن المريض وما عم نعطيه هون، يعني اي تماما هو افضل مما يقول له للمريض انه اي والله في شيء بس ما موجود. يعني كلهم صراحة، يعني الدكتور باسل ذكر شغلة كثير مهمة، هدول حتى التارجت الثيرابي انه البيكن ستدي هي انكرافنب ستاكسيماب اي انه مناح بس ما لهم معجزة. يعني هلا الشيء اللي ان شاء الله بصير متوفر وممكن يغير كثير شغلات هو الاميونوثيرابي بالام اس اي هاي، يعني هذا ممكن يغير قصص كثير كبيره. بس باقي الشغلات، باقي ما باقي كلياته عم نحكي يعني بالريفراكتوري سيتنج كلياته عم نحكي شهرين ثلاثه او هيك شيء. يعني بسام انا بسالك شغلي هي كمان للجميع، طبعا في عندي مريض عمره 55 سنه طلع عنده ستيج 4، يعني تشخص ستيج 4 with metastasis right side colon cancer.
انا طلع عنده الجينيتك تيستينج كالتالي، في عنده بي راف ميوتيشن وفي عنده كيراس وايلد تايب، يعني انا استغربت يعني. وفي عنده الهير 2 بوزيتيف. كنت عم بقرا كيراس انا قصدك ميوتيتد، الكيراس وايلد تايب، هو انا بعرف هو بقى هو متوقع ميوتشوال انه يكون، اكسكلوسيف. ايه تمام، فمتوقع يكون وايلد تايب ما له ميوتيتد. تمام. فانا السؤال انه كنت عم بقرا على الـ على الـ على التريتمنت اوبشنز، فاذا في عندك هير 2 بوزيتيف ديزيز ما بستجيبه على الـ على الانتي اي جي اف ار دروجز. تمام اها يا yeah. يعني وهي مع انه الهير 2 يعني كثير نادره، بس طلع عنده الهير 2. فهذا المريض الله اعلم حيكون على كيموثيرابي، والسكند لاين حيكون على الانتي هير 2 دروجز. تمام، او يعني هيك مريض بعد له بعدين وتصير عنده بروجريشن، بعد له هي يا بعمل له سيركليتنج تيومر دي ان اي، يا اما بايوبسي مره ثانيه بشوف اذا لسه عنده الهير 2 او البيراف اما راحوا. البيراف في 600 اي اما نون في 600 اي؟ والله ما بدي اتذكر، بدي اروح اشوف الباثولوجي. لانه شيء الانترستينج هو تكون بيرا فيك 600 اي موجوده، هي ميوتشال اكسكلوسيف مع الكيراس بشكل عام، وفي اكسبشنز يعني، وفي وكمان مع الهير 2 كثير مرات، ولكن موجود. بس هلا وقت يكون موجودين سوا الكيراس مع البيراف، في كثير احيان بيكونوا البيراف نون في 600 اي والكيراس بتكون مع الاكسان 2. اوكي دكتور، انا بدي اسال اذا كان مثلا عندي الكيراس ميوتيشن والبيراف ميوتيشن مع بعضهم، وممكن اذا هيرتو مثلا بوزيتيف او نيجاتيف، هون انا بعطي الافاستين للسيتوكسيماب او السيتوكسيماب مع الدواء الثالث، نسيت شو اسمه كان من عطل وضع الدراسه اللي حكيتها قبل شوي. شو اسمه الانكرافنب سيتوكسيماب. هلا هدول الكيراس والبيراف انه مثل ما قال الدكتور باسل بنسميهم ميوتشلي اكسكلوسيف، يعني انه إذا موجودة واحدة عادة الثانية ما موجودة، فمعظم المرضى اللي بيراف في 600 اي ما بيكون موجود عندهم كيراس. فإذا عندك بيراف في 600 اي مريض، بتعطيه أول شيء فولفوكسيري أفاستن، بعدين بالسكند لاين ممكن تعطيه هدول انكرافنب ستوكسما. والشيء المميز بالبيراف في 600 اي، البروجنوزس تبعهم سيء جدا مثل ما حكينا. البيراف نون في 600 اي في دراسة وضحت انه البروجنوزس تبعهم ماله سيء، وحتى ممكن يكون في بعض منهم ممكن البروجنوزس تبعهم يكون افضل من الوايلد تايب بيراف. عفوا بالنسبة دكتور، سؤال بالنسبة للميونوثيرابي، لازم نعطي كونكرنت كيموثيرابي معه مشان نعمل اوفر اكسبريشن للبي دي ال 1 بالنسبة للخلايا السرطانية؟ لا، هذا سؤال سابق لزمانه على فكرة، يعني كتير سؤال جيد جدا. يعني لقلك ليش، طلع شايفين سلايداتي صح؟ ايه نعم. طلع على كينوت 177 هي تبع البيمبروليزوماب فيرسس كيموثيرابي، تطلع اول شهرين المنحني تبع الكيماوي افضل من منحني البيمبروليزوماب، شايفين شلون؟ فاللي اخذوا الكيماوي افضل من البيمبروليزوماب، بعدين صار انفصال وصار البيمبروليزوماب افضل. فهذا اذا يعني شيء، هذا يعني انه في مرضى اول شهرين هدول المرضى اللي ما بيستجيبوا على الاميونوثيرابي عم يستجيبوا اكثر على الكيماوي، وهدول الانذار تبعهم سيء اكثر. فمن الشغلات اللي شو اسمه اللي هلا عم تنعمل هو انه الكومبينيشن، انه الواحد يعطي كيماوي زائد اميونوثيرابي فيرسز مثلا كيماوي لحال او فيرسز اميونوثيرابي لحال. حاليا في دراسه عم تنعمل مع الاتازولوزوماب اللي هو البي دي ال 1 انهبيتر، مفروض خلال السنتين القادمين النتائج تطلع. بس حاليا جوابا لسؤالك، نعطي بس بمبرولزماب لحال وليس مع كيماوي، يعني
اللي بتنعطوا سوا مثل ما شفنا بغير سرطانات، هتشوفوا بالسرطان الرئة، وشفتوا من كمان مؤخرا سرطان الجاستريك كانسر، وهي بس حاليا لحاله بالكون كانسر. تمام، الله يعطيك العافية، شكرا كثير دكتور. الله يعافيك.